أنا جينا لحقنا لبيوتكم مشاهدينا، أجمل وأحلى تحية للجميع. ندخلوا بالصحة وإن شاء الله يا رب إلى بيوت الملايين اللي اختاروا قناة الشروق العامة وبرنامجنا الصباحي صباح الشروق. صباح كريمة. صباح الخير لطفية. كما قلت مشاهدينا تعودوا علينا والفونا وحبونا وإحنا والفناهم وحبيناهم أكثر. مشاهدينا كالعادة عدد جديد يحمل الكثير من المواضيع الكثير من الفقرات فقط لخدمتكم مشاهدينا طيلة ثلث ساعات من الزمن من الثامنة صباحا إلى غاية الحادية عشرة صباحا بفقرات متنوعة. راح يكون حاضر معنا ممثل عن أوبرا الجزائر بعلام بالسايح للحديث عن كل الفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا والتي تلبي كل الأذواق. الدعاء أثره وآدابه هو الموضوع اللي اختاره نقول فضيلة الشيخ حمزة الجزار في فقرة شهد الكلام. هذا والكثير من المواضيع. المحطات الفنية محطة فنية حاضرة بامتياز. الثقافة أيضا للطب والجمال نصيب والكثير كبير من المواضيع. وللموسيقى أيضا راح يكون نصيب كبير إن شاء الله في هذا العدد من خلال الفنانين راح نستضيفهم إن شاء الله. بدايتنا وكالعادة بداية بالنشاط والحيوية. النشاط يكون غير مع الكوتش ياسين سليماني اللي دائما لطفي عودنا بحركات تكون سهلة بسيطة ليحوس على جسم رشيق. هكذا لطفي؟ صح. إذا راح نستمتع ببعض الحركات الرياضية من إمضاء الكوتش سليمان ياسين لمن بعد راجعين. تفضلوا. صباح الخير عليكم، معكم سليمان ياسين كوتش دو فيتنس اي بريباراتور فيزيك مع ليكيب تاعي توجور سلمي اي عبد السلام. اليوم جينا لكم بروجرام جديد توجور دو كارديو دو بون ترافاي. اي لو بروجرام هذا من عندنا ما تلقاوش جهات اخرى. قادم معنا توجور او فيات كاين توجور جديد. اوكي ليشان اون كومونس. اوب كون دو سوتي بري بيان. هنا هاي وكورتاك بيان غيني. هلا هاي ريكيبيراسيون. ما تنساوش البروغرام تاعنا هذا اللي ديستيني بور تو الموند كاع لي كاتيغوري افونسي كونفيرمي ديبيتون نول كيف كيف كاع نخدمو. اوكي اون شونج. هوب تري بيان. هاي اكسيلون. اقاتش هبط مليح سدري بيان دروا. هاي ريكيبيراسيون. بروشان موفمون نخدمو لتحت لي بومب. هاي لي جون اوني با بومب بيراميد. اجي هوب نهبط نعاود نطلع سي ما تفتحش بزاف. فوالا انا بوكو بلوس اون ترافاي les épaules. Aïe, récupération. Prochain mouvement, les jeunes, c'est lombaire. Très bien. À nouveau exercice. Si vous voulez, et à du coup, hop. La tradouche, comme on a, rameur. Qu'il a dit. Très bien, excellent. On change. L'avant-dernier exercice. Elle est difficile, mais ça, tu peux faire cette technique-là. Ok? On a tu peux faire là. Avancer, faire maintenant. Dis de la rotation de taille. Ta hanche. Aïe. La patch. 5 secondes. Récupération. Prochain mouvement. Khadmo guinage. Très bien. Allez, vas-y, les jeunes. Hop. Let's go. Très bien. Résister mleh. Kla mleh. Sin mleh. Déficit taille. Lambert. C'est ça le guinage. اكسيلون لي جان. يعطيكم الصحة ليكيب تاعي ميرسي. وانتوما ثاني يعطيكم الصحة اللي راكم مور ليكرون على بالي بلي راكم تسيو مليح
وتوقفوا معنا وتكونوا معنا لا بروشين فوا ان شاء الله. هي توجور دو نوفو ريستي برونشي ريستي فيدال انو. السلام عليكم على بروشين باي. باي كوتش سليمان ياسين، تحية ليك ولكامل الشباب اللي رافقوك، تحية لكامل الناس اللي انضموا والتحقوا بنا في هذا الصباح. كما ذكرنا لدينا العديد والكثير من الفقرات المتنوعة. سؤالنا الرئيس لنهار اليوم، إن خيرتي بين الزواج والمكوث أقول في البيت، أيهما تختارين أنت سيدتي؟ اللي راكي تابعي في برنامجنا الصباحي صباح شروق. هدى مخلوف الأخصائية في علم النفس والمعالجة بالطاقة الحيوية، راح تعرفنا على موضوع نظرة المجتمع للمطلقة. التغذية سنستعرض من خلاله موضوع الدهون المتراكمة. ولدينا محطات فنية مختلفة، راح تكون عندنا إن شاء الله فائزة بالجائزة الأولى في المسرح الوطني عن الموسيقى، وأيضا فنان كوميدي، والكثير من المحطات والتقارير اللي قاموا بهم زملائنا، ومحطتنا الثقافية أيضا راح تكون معنا خلال هذا العدد. موضوع اللي اخترناه اليوم ماذا بينا تفعلوا معنا من خلال التليفون وأرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة. احنا على بالنا بلي أكثر نساء يشاهدونا هما مكيتات في البيت، لكن ماذا بينا ايضا العاملات اذا يقدروا يتكلموا لنا عن الموضوع ويقولوا لنا اذا خيروهم بين انهم يعملوا يقعدوا في البيت عن ارائهم. ربما اغلبيتهم كان عن قناعه اختيارهم المكوث في البيت، خصوصا المراه بعد ما تنجب اولاد تفضل انها تكون متفرغه اكثر لابنائها. الكثير من الامهات ضحوا بمسيره مهنيه لطفي في سبيل تربيه الاطفال. تبقى الامومه اعظم. صح، اعظم. ليس هناك اعظم من الامومه. واجمل واحلى تحيه لكل ام راهي تتابع في برنامجنا الصباحي صباح الشروق. نشير فقط الى انه تحت رعايه وزاره الثقافه اوبرا الجزائر بعلم السياح تقدم العرض العالمي الجميله النائمه لابيلو بودورمو ايام 20 21 22 23 24 من شهر جانفي ابتداء من الساعه 7 مساء. راح يكون حاضر معنا ممثل عن اوبرا الجزائر بعلم السياح للحديث عن هذه الفعاليه وعن العديد من الفعاليات اللي تحتضنها دار الأوبرا الجزائر والكثير من المحطات والفقرات. بانتظاركم مشاهدينا، رايحين على فاصل بعد نعوده معنا ما تروحوش بعيد. يلا تفضل. باقي عليكم خلاص حليت البيبان، انا جينا لحقنا لبيوتكم مشاهدينا. اجمل واحلى تحيه للجميع، ندخلوا بالصحه وان شاء الله يا رب الى بيوت الملايين اللي اختاروا قناه الشروق العامه وبرنامجنا الصباحي صباح الشروق. صباح الخير ايمان. صباح الخير لطفي. كما قلت مشاهدينا تعودوا علينا والفونا وحبونا واحنا والفناهم وحبيناهم اكثر. مشاهدينا كالعاده عدد جديد يحمل الكثير من المواضيع الكثير من الفقرات فقط لخدمتكم مشاهدينا طيله ثلث ساعات من الزمن من الثامنه صباحا الى غايه الحاديه عشره صباحا بفقرات متنوعه. راح يكون حاضر معنا ممثل عن أوبرا الجزائر بعلام بالسايح للحديث عن كل الفعاليات اللي تنظمها دار الأوبرا والتي تلبي كل الأذواق. الدعاء أثره وأدابه هو الموضوع اللي اختارنا أقول فضيلة الشيخ حمزة الجزار في فقرة شهد الكلام. هذا والكثير من المواضيع، المحطات الفنية محطة فنية حاضرة بامتياز، الثقافة أيضا، للطب والجمال نصيب والكثير كبير من المواضيع، وللموسيقى أيضا راح يكون نصيب كبير إن شاء الله في هذا العدد من خلال الفنانين راح نستضيفهم إن شاء الله. بدايتنا وكالعادة بداية بالنشاط والحيوية، النشاط يكون غير مع الكوتش ياسين سليماني اللي دائما لطفي عودنا بحركات تكون سهلة بسيطة اللي حوس على جسم رشيق، هكذا لطفي؟ صح، إذا راح نستمتعوا ببعض الحركات الرياضية من إمضاء الكوتش سليمان ياسين لمن بعد راجعين، تفضلوا. صباح الخير عليكم، معكم سليمان ياسين كوتش دو فيتناسي بريباراتور فيزيك مع ليكيب تاعي توجور سلمي اي عبد السلام. اليوم جينا لكم بروجرام جديد توجور دو كارديو دو بون ترافاي، اي لو بروجرام هذا من عندنا ما تلقاوش جهات اخرى، قادم معنا توجور او فيات كاين توجور جديد. اوكي لي جون اون كومونس اوب كودا سوتي فري بيان هنا هاي وكورتاك بيان غيني هلا هاي ريكيبيراسيون
تنساوش البروغرام تاعنا هذا اللي ديستيني فور تو موند كاع لي كاتيجوري افونسي كونفيرمي ديبيتون نول كيف كيف كاع نخدمو اوكي اون شونج هوب تري بيان هايل اكسيلون ما قعدش هبط مليح سدري بيان دروا هايل ريكوبيراسيون Prochain mouvement, le traitement de tête, les pompes. Allez les jeunes, on y va. Pompe, pyramide. Vas-y, hop. La botte, la botte là. Si il met tout à chaque fois, voilà. Il y en a beaucoup plus, on travaille les épaules. Allez. Récupération. Prochain mouvement, les jeunes. C'est lombaire. Très bien. Un nouveau exercice. Si vous avez du coup, hop. La tradition, mon nom, rameur. Qu'est-ce que vous dites? Très bien, excellent. On change. L'avant-dernier exercice. Elle est difficile, mais ça peut être très bien, cette technique-là. Ok? On a très bien, très bien maintenant. Avancez, très bien maintenant. Dis de la rotation de terre. T'as la hanche. Heil. La patch. 5 secondes. Récupération. Prochain mouvement. Très bien. Allez, vas-y, les jeunes. Hop. Let's go. Très bien. Résistez mieux. La mieux. C'est mieux. Le fessier taille. Lambert. C'est ça le gainage. اكسيلون لي جان يعطيكم الصحه ليكيب تاعي ميرسي وانتم ثاني يعطيكم الصحه اللي راكم مور ليكرون على بالي بلي راكم تسيو مليح وتوقفوا معنا وتكونوا معنا لا بروشين فوا ان شاء الله اليا توجور دو نوفو ريستي برونشي ريستي فيدال انو السلام عليكم على بروشين باي باي كوتش سليمان ياسين تحيه ليك ولكم الشباب اللي رافقوك تحية لكم الناس اللي انضموا والتحقوا بنا في هذا الصباح كما ذكرنا لدينا العديد والكثير من الفقرات المتنوعة سؤال الرئيس لنهار اليوم إن خيرت بين الزواج والمكوث أقول في البيت أيهما تختارين أنت سيدتي اللي راكي تابعي في برنامجنا الصباحي صباح شروق هدى مخلوفي الأخصائية في علم النفس والمعالجة بالطاقة الحيوية راح تعرفنا على موضوع نظرة المجتمع للمطلقة التغذية سنستعرض من خلاله موضوع الدهون المتراكمة ولدينا محطات فنية مختلفة راح تكون عندنا إن شاء الله فائزة بالجائزة الأولى في المسرح الوطني عنية الموسيقى وأيضا فنان كوميدي والكثير من المحطات والتقارير اللي قاموا بهم زملائنا ومحطتنا الثقافية أيضا راح تكون معنا خلال هذا العدد موضوع اللي اخترناه اليوم مادا بينا تفاعلوا معنا من خلال التليفون وأرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة احنا على بالنا بلي أكثر نساء اللي شاهدونا هما ماكيتات في البيت صح. لكن ماذا بينا ايضا العاملات اذا يقدروا يتكلموا لنا عن الموضوع ويقولوا لنا اذا خيروهم بين انهم يعملوا يقعدوا في البيت عن ارائهم ربما اغلبيتهم كان عن قناعه اختيارهم المكوث في البيت خصوصا المراه بعد ما تنجب اولاد تفضل انها تكون متفرغه اكثر لابنائها الكثير من الامهات ضحوا بمسيره مهنيه لطفيه صح. في سبيل تربيه صح. الاطفال صح. تبقى الامومه اعظم صح اعظم ليس هناك اعظم من الامومه واجمل واحلى تحيه لكل ام يتابع في برنامجنا الصباحي صباح الشروق نشير فقط الى انه تحت رعايه وزاره الثقافه اوبرا الجزائر بعلم السياح تقدم العرض العالمي الجميله النائمه لابيل او بودورمو ايام 20 21 22 23 24 من شهر جانفي ابتداء من الساعه 7 مساء راح يكون حاضر معنا ممثل عن اوبرا الجزائر بعلم السياح للحديث عن هذه الفعاليه وعن العديد من الفعاليات
الفعاليات اللي تحتضنها دار الأوبرا الجزائر والكثير من المحطات والفقرات بانتظاركم مشاهدينا. رايحين على فاصل بعد نعودة قام معنا ما تروحوش بعيد. يلا تفضل. كان لهم ومطية ومطية لهم أيضا، وهو وبه تحصل سعادة الدارين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه أيضا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال جل شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. القرآن الكريم يعني من روائع البيان أنه اشتمل على آيات السؤال، وهي 14 آية أو سؤالا، وهي سؤالات الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي تأتي بصيغة يسألونك. الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. كل هذه السؤالات يسألونك قل، يسألونك قل، إلا آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مباشرة الله عز وجل أجيب دعوة الداع إذا دعان فإني قريب. هذه فيها دلالة على أن الله عز وجل لا يحتاج إلى الوسطاء ولا يحتاج إلى الأولياء في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحتفي بدعاء السائلين. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وهو الحديث القدسي يقول: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: نعم أعجز الناس من عجز عن الدعاء، نعم أعجز الناس من عجز عن الدعاء، يعني أنفع وأسرع وأنجع شيء تحقق به المطالب هو الدعاء. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة. كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، والدعاء هذا سلاح المسلم، وهذا الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى هو سلاح يصيب ولا يخطئ ولا يخيب أبدا. أيضا هذا السلاح هو دأب الصالحين والمخبتين مع تعاقب الأزمان وتغير الأحوال. شوف أنت تأمل في القرآن الكريم، فما شفي أيوب عليه السلام بعدما لبث في مرضه يعني أعواما حتى رفضه القريب والبعيد إلا بالدعاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وانظر أيضا ما سخرت الريح لسليمان عليه السلام إلا بعدما دعا ربه، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وما رزق زكريا عليه السلام بيحيى بعدما بلغ من الكبر عتيا إلا بدعاء سيدنا نوح أيضا. نعم هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يونس عليه السلام هو في ظلمات ثلاث في بطن الحوت، نجاه الله عز وجل ورفع عنه هذه البلية بدعاء. نعم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول المولى عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي ننجيهم بهذا الدعاء. نعم هذا الدعاء أخي لطفي والله شوف له آداب لابد أن يعرفها الداعي، آداب عظيمة وأسباب وفضائل، يعني حري بمن جمعها أن يستجاب له الإنسان. وأنا أذكرها على عجل يعني أذكر بعضها فقط. شوف الإنسان يتحرى ويتربص الأوقات الشريفة والفاضلة، مثلا كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الشهور، والجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من ساعات الليل، وبين الأذان والإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الإنسان وهو في مسجده وهو في مصلاه، المرأة في بيتها، يعني سمعت النداء
يعني الدقائق هذه قبل أن تقام الصلاة، هذه الدقائق الإنسان يغتنم فيها. وحتى أنه الشيء الجميل أنه الدعاء لا يحتاج إلى وضوء. نعم لا يحتاج، أكيد لا يحتاج إلى وضوء ولا يحتاج في أي وقت في أي مكان، ولا يحتاج إلى استقبال قبلة، ولكن قد يقال أنه الأفضل، لأنه من يعني دواعي استجابة الدعوة أنه رفع اليدين. نعم هذه الطهارة هي صح نقول من باب الأفضلية، إنسان لو كان على طهارة وكان مستقبلا قبلة كان أفضل ولكان أكمل. نعم أيضا من مواطن الإجابة أيضا يعني ساعة في يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في يوم الجمعة لساعة يعني يسأل فيها الله عز وجل الإنسان إلا أعطاه ذلك الشيء. هذه الساعة يعني اختلف في تحديدها، بعضهم قال من صعود الإمام إلى من صعود الإمام منبره إلى قضاء الصلاة، وبعضهم قال بعد صلاة العصر، وهذا ما عليه الكثير. إنسان في هذه الساعة يعني يختلي بربه ويختلي بنفسه يعني ويدعو الله عز وجل بما شاء وبما أحب، فهو في بإذن الله عز وجل في وقت إجابة. أيضا الثلث الأخير من الليل كما قال الله سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. احنا معروف أن المسلم يدعو الله في الخير، نعم، لكن ما حكم الشخص الذي يدعو على الغير؟ نعم شوف الله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة الإسراء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يقول العلماء وأهل التفسير والله الله سبحانه وتعالى لو استجاب لهذا العبد لهلك. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، لا يحب التعدي في الدعاء. ومن التعدي الصورة التي ذكرتها، الإنسان أن يدعو على نفسه ويدعو على أهله ويدعو على أولاده ويدعو على ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، لأنه كان لي في لحظة غضب خصوصا الأولياء الأمهات تكون غضبان على ابنها تقوم بالدعاء ربما لمس جسده ولمس شخصه وغيره. نعم لهذا هذا ما أشرنا إليه. الإنسان والله يشوف الإنسان لما لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، إنسان يدعو على نفسه أو على غيره يحاول أن يعني يسدد ويقارب كي يدعو بخير، لأن الإنسان لو استجاب الملائكة تقول آمين، ولو استجاب الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة لهلك هذا الإنسان. نعم شوف ومن صور التعدي أيضا ما ورد في صحيح مسلم، هذا عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل سمع ابنه يقول اللهم ارزقني البيت الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال له أي يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة يعني أناس يعتدون في الطهور والدعاء، يعني الإنسان يتعدى يخرج عن الله. أيضا أخي لطفي من المواطن الإجابة أيضا السجود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، وفي حديث آخر فقمن أن يستجاب لكم أي فآكد أن يستجاب لكم. الإنسان هذا في هذا الموضع يدعو الله سبحانه وتعالى وهو ساجد، يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء وبما أحب، يدعوه بافتقار بانكسار وهو ذليل وهو في حالة من الخضوع، يرفع يعني أكف التضرع إلى المولى عز وجل يدعو. لهذا قيل قديما يعني أدعو الله بلسان الذل والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق، لا بالفصاحة والبيان والطلاقة، بل ادعو الله عز وجل وأنت منكسر. وهذه وما كانش حدود في الدعاء، هل من ربما أمور يجوز الدعاء فيها وأمور أخرى لا؟ والله الله سبحانه وتعالى بما دعوته يعني يستجيب لك، مثلا يعني قصد التعك يعني حتى إن كان شيء نشوفوه ربما كثير من بعض الناس يشوفوه شيء تافه شيء نعم. بايخ أنه نعم. شخص يدعو المولى عز وجل يمنح له مثلا سيارة، نعم. شخص يدعو المولى عز وجل يمنح له شيء مادي دنيوي، هذا هو من الدعاء المشروع. نعم هذا هو من الدعاء المشروع، أن تدعو الله عز وجل في كل شيء. يعني السلف كانوا يدعون الله عز وجل حتى في شراك النعل، حتى في شراك النعل
الله عز وجل. شوف الإنسان والله لو دعوته يعني طلبت منه، وهذا الطلب هذا الدعاء لأنه يعني هو طلب، إنسان لو طلبت منه مثلا أمره مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع، يمل. الله عز وجل دائما، الله عز وجل سبحانه ينتظر منك هذه الدعاوة، ينتظر منك أن تدعوه ليلا ونهارا سرا وجهارا في كل مواقفك، وأنت يعني أنت في شدة تدعو المولى عز وجل. الإنسان يدعو الله عز وجل أيضا بعمل صالح قدمه، حتى يعني لو كان في كرب، فالله سبحانه وتعالى بهذا بإذن الله يفك عنك هذه الأمور. وزيد أضف إلى ذلك، المؤمن هذا هو في خير دائم. لماذا في خير دائم؟ لأن هذا حال الداعي هذا لا يخرج عن ثلاثة أمور. أولا، إما أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك هذه الدعوة، الله عز وجل يحققها لك على الحين الآن أو تتأخر قليلا، وإما أن الله سبحانه وتعالى يصرف بك عنها سوءا، يعني كانت مصيبة جاياتك ولا كذا، فالله سبحانه وتعالى بسبب هذا دعاء دفعها، وإما أن الله سبحانه وتعالى يدخرها لك يوم القيامة. يعني الإنسان ده هو في خير عميم وفائدة عظيمة. وكل الفائدة بحضورك أكيد فضيلة الشيخ حمزة جزال، وصلنا بحضورك، وفي كل مرة نستفيد من خلال كل التوصيات التي تخص بها كل جمهورنا الحبيب. شكرا لك. في هذا الصباح بداية أسبوع موفقة للجميع، بدايتنا كلها نشاط، كلها حيوية، كلها طاقة إيجابية نستمدها من الأخصائية النفسانية وأيضا المعالجة بالطاقة الحيوية مخلوف. يقول صباح الخير. صباح النور عليك، صباح النور إيمان، صباح النور الطاقم والمشاهدين الكرام. موضوع اللي اخترته لنا اليوم موضوع في كثير من المجتمعات عنده خصوصيته، خصوصا المجتمعات العربية، طريقة تعاملهم مع المرأة المطلقة تختلف عن باقي المجتمعات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا فعلا نظرة المجتمعات العربية بصفة خاصة موضوع الطلاق يعني مازال إلى الآن طابو، مازال إلى الآن يعني عقدة أسرية، عقدة شخصية داخل يعني للمرأة وللرجل. فالطلاق يعني احنا نعرفه أنه أبغض الحلال، بمعنى هو حل من الحلول. يعني الإنسان ولا نقولوا هاد الشخصين لما يتوصلوا إلى استحالة الحياة بيناتهم وتتعقد الأمور وما يلقاوش يعني حل نهائيا، ويعني خلاص كما نقولوا وصلنا للمباس، وصلنا لطريق مغلق انه ما كاش توافق، ما كاش تفاهم، يعني كاين معاناه بارزه ما عندهاش حل، فنلجؤ بطبيعه الحال الى الطلاق، لانه هذا أبغض الحلال عند الله أبغض والطلاق. الحلال، فهذا الزواج هو الغرض تاعو الاستقرار، السعاده، يعني بناء اسره سعيده، تربيه ابناء بطريقه متوازنه سعيده. اذا كان هذا الزواج ما يديش الغرض تاعو فلا فائده منه. ونلقاو احنا في المجتمع لانه هذا العنصر تاع الطلاق هو طابو للاسف وعقده، نلقاو يحصل طلاق داخلي ما نسميه نحن بالطلاق العاطفي، بمعنى شخصين هم عايشين في نفس البيت لكن لا توجد علاقه يعني لا حميميه ولا تواصل بيناتهم ولا يعني تفاهم على التفاصيل، فكل واحد عايش لذاته، عايش في معطياته، حياته، يتلاقاو فقط ممكن اذا تلاقاو في الاكل، ولا يعني تكون صيغه الحوار بيناتهم كأوامر ولا كطلبات، معناها جيب لي داري يسحقوا روحي كذا نروح منا وفقط للأسف. فلما نوصل هذه الوضعية المفروض الطلاق هو حل طبيعي يعني وإنساني، يعني يحفظ كرامة الشخصين ويسمح لهم بتعرض لفرص جديدة وبخوض حياة جديدة. لكن نجد أنه المرأة وخاصة في المجتمع الجزائري، وإحنا لش كنا قلنا أنه هي عقدة في المجتمعات العربية لأنها مجتمعات ذكورية، فهي يعني تعطي أولوية وتعطي واحد القيمة زائدة للرجل خاصة في أمور الزواج. فنلقاو أنه المرأة إذا طلبت الطلاق مباشرة توجه إليها أصابع الاتهام، ويقولوا لها أنت ما صبرتيش وأنت ماشي مليحة وأنت فيك وأنت عليك وعلاه وكيفاه والصبر، يعني واحد الصراع لا يصدق للأسف. وهم يجونا واحد الحالات للعيادة معاناة نفسية كبيرة كبيرة كبيرة. ويكثر الكلام عن المرأة المطلقة في المجتمعات العربية، أصابع الاتهام، مراقبة عن قرب، أدق تفاصيل حياتها، التضييق، يعني هذه من انعكاسات الطلاق. يعني المرأة إذا وصلت وطلقت فيعني المفروض هي هربت من نقول وضعية ومعاناة وضعية لا تحتمل، المفروض أنها ترتاح، لكن نوجد أنه يضيق عليها الخناق. لماذا؟ لأنه أصبحت وصمة عار بالنسبة لبعض العائلات، فنلقاوها أنها تحدد يعني مساحتها، تحدد خرجاتها، تراقب، يعني يمارس عليها حصار يعني بدرجة كبيرة. وكاين عائلات للأسف خلاص هذيك
اللي طلقت ما تخرجش من الدار للاسف. فيعني المجتمع هذا بصفته راهو فيه ناس يعني نقولوا انسانيين، وبصفته مجتمع مسلم وفيه قيم انسانيه، المفروض نعيد النظر لهذه النقطه. فنجد يعني بعض نقولوا بعض الولايات عندها ميل الى انه المراه اللي طلقت ما تجيبش معها ابنائها للاسف، وحنا نعرفوا انه قيمه الامومه قيمه عاليه جدا. فكيف يعني يتخيل العقل انه المراه راهي عندها خساره، خاصه هذاك الزوج والعائله يزيدوا يرغموها انها تتخلى على فلذة كبدها وعلى اطفالها يعني اللي جابتهم بصعوبه، ويعني كاين علاقه كبيره بيناتهم. فنلقاو العديد من الاسر تجبر بناتها على انها تتخلى على ابنائها وتسمح فيهم للزوج بما انه يعني حصلها الطلاق، وهنا يعني تصرى معاناه نفسيه كبيره سواء على المراه. ونلقاو العديد من النساء يضطروا الى تحمل هذاك الوضع السلبي اللي عايشينه مع الزوج فقط من اجل يعني ما يفترقوش على ابنائهم للاسف، ويدخلوا في معاناه كبيره. وهنا تولي المراه يعني راهي في معاناه نفسيه، كاين مشاكل اسريه، كاين صراعات بينها بين الزوج بين اهل الزوج، في من تخرج هذيك المشاكل تخرج في الاطفال للاسف. فهنا الاطفال يبدا الانعكاسات تاع الطلاق ولا نقولوا الطلاق العاطفي كبدايه تظهر عليهم، يبداو يعاملوهم بعنف بعدائيه، يبدا تكون واحد الاوامر، تكون واحد لغه حوار قاسيه وعنيفه جدا، تخلي هذوك الاطفال ما ينموش بطريقه سليمه، ما ينموش بطريقه متوازنه، تخليهم هما ايضا يولوا عنيفين مع الاخرين، لانه احنا نعرفوا في التربيه الانسان ما يمارس عليه يمارسه على الذين تحته. يعني اذا كان الاولياء هما مارس عليهم عفوا عنف في الاسره تاعهم، نلقاوهم يميلوا الى ممارسه العنف لحل الوضعيات اللي يكون فيها ضغط ومشاكل. فلما هما في صراع هكا يعني الزوج والزوجه ولا مع اهل الزوج، الانسان ما يقدرش ينفس على كل غضبه، فوش نلقاو؟ ما ينفسش في هذيك اللحظة، ثم يجوا هذوك الأطفال اللي تحته يعني أقل مستوى منه أقل قدرة على الحماية والدفاع عن نفسهم، يمارسوا عليهم هذاك العنف وهذيك يعني كل الأمور المكبوتة السلبية على الأطفال. ثم هاد الأطفال لأنه هذوك الوالدين كبار عليهم ما يقدروش يرجعوا لهم، يمارسوا العنف على من؟ يا إما على إخوتهم الأصغر منهم أو على أصدقائهم في المدرسة. ومن هنا تجي الحالات اللي يشكو منها الكثير من الأساتذة في المدرسة، أنه طفل عنيف، طفل يضرب صحابه، طفل ما هوش يسمع لي الكلام، طفل ما يتبع ما يركزش ما يقعدش يعني في المكان هذاك. فنلقاو هذه المعاناه راهي انتقلت عفوا لهاد الاطفال، ثم راح تنتقل لاطفال اخرين، ونلقاو كانه راهو نسموه حنا كفيروس، راهو ينتشر من شخص الى اخر وتتوسع الدائره تاعو. بعد ما كانت فقط بين الزوج والزوجه، ولات الابناء، ولات الاسره، ولات المدرسه، ومن بعد ولا المجتمع للاسف. ومن هنا يجونا يعني افراد يعني غير متوازنين نفسيا، وفي المراهقه يتعرضوا العديد من مشاكل بينها الادمانات من بينها الاعتداءات. ويعني ممكن نتخيلوا الانسان اللي كبر بهذه الطريقه وفي هذه المعاناه كيفاش راح يكون كراشد، كيفاش راح يبني حياته كراشد. نفس المعاناه راح تتكرر. استاذ، علاش نلقاو نفسيه المطلقه تختلف عن نفسيه المراه التي تطلق زوجها من خلال الخلع وغيره؟ لما لا تتاثر نفسيتها؟ لما لا تنظر الى المجتمع بنفس النظره التي تنظر اليها او بعين المراه المطلقه ونظرتها للمجتمع؟ وهل شخصيه المراه كما قال لطفي تلعب دور في هذا الموضوع؟ اكيد. قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال نديو اتصال ونقول الو. الو الو الو، صباح الخير. صباح النور. ايش راكي؟ الو الو، صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا، مرحبا بك. بيك يسلمك. نتعرفوا عليك؟ انا ام اسلام من باتنا. مرحبا بك وباسلام وبكل ناس باتنا. بيك يسلمك، عايش تراكم منورين الشاشة، تهبلوا. الله يخليك. ربي يخليك نور نورك. عايش. تعرفتي على الموضوع اللي انا نحكيو عليه سيدتي اليوم؟ هي تعرفت عليه. انت مع ولا ضد؟ انا مع الخدمه. مانيش نخدم بصح مع الخدمه. كنتي عامله ولا من بعد الزواج حبستي الخدمه؟ كنت نخدم ومن بعد كي تزوجت حبست. حبستي عن قناعه؟ اي على قناعه. وكان شرط من عند الزوج؟ كان شرط من عند الزوج. كان شرط من عند الزوج، حبست مع الدار والولاد. ندمتي؟ ندمتي من بعد؟ ما ندمتش. حبستي قبل الزواج ولا بعد ما انجبتي الاولاد؟ قبل كي تزوجت، بعد حبست الخدمه. اها. وقعدت في الدار.
واش كان راي اهلك والديك؟ نورمال نورمال، انا كنت اصلا ما عنديش، عندي ديبلوم تاع خياطه. اي الله يبارك. الله يبارك. ما عنديش هكا عمل هكا كبير باش نحبس على جالس. يعني قادره حتى في البيت قادره تمارسي وظيفتك ومهنتك. هو كان ضد حتى انك تمارسيها في البيت؟ كان ضد؟ اه ما كانش ضد. ما انا قاعد مع الاولاد والدار والاخر ما قدرتش نوفق ما بين الزوج. مسؤوليات صح. شحال عندك اولاد؟ شحال عندك اولاد؟ عندي ثلاثه، زوج كره وطفله. الله يبارك، ربي يخليهم ان شاء الله، يطربوا في عسكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. موالفه تتبعي برامجنا ام اسلام؟ مالفه نتبعها، مالفه كل يوم وندير المستحيل بالزرانه حكمتكم. الحمد لله يا ربي، كسبنا صوتك مع اليوم. يعطيك الصحه، شكرا. ان شاء الله. اليوم خلينا موضوع مع الاخصائيه في علم النفس هدى مخلوفي عن الطلاق ونظرة المجتمع الجزائري والمجتمعات العربية للمرأة المطلقة. ايه. في بيتنا انتوما كيفاش ينظروا للمرأة المطلقة؟ ايه نظرة صعيبة صعيبة، الطلاق واعر واعر. واعر بزاف، يهدم الدار، يحطم الأولاد. صح. علاش حكمتي عليها هكذا سيداتي؟ تجربة تقولي عشتها وجربتها. وعليها ايه تأثرنا بها بزاف بزاف. كيفاش جربتيها؟ جربتها مع الاخت نتاعي طلقت. ايه طلقت وهي صغيره وجبت معها ولد صغير، ثم الناس ما ترحمش، هو بعد طفل تعقد شغل هكا تعقد. قعدت تحرم من والدي هو هما عايشين. حرم في عمره دوكا وليدها؟ هو ذكى الله يبارك 23 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. وعاودت حياتها هي ولا ما عاودتش حياتها؟ ايه هي عاودت حياته، هو عاود حياته، هو قاعد فيه شويه هكا نفسيته هكا تعبانه ديما. عند من كان عايش؟ كان عنده عايش عند امه، امه كي تزوجت داه باباه. كان عايش عند باباه حتى كبار، كي كبار خير الطريقه عند امه. كان صغير كي يماه عاودت حياتها؟ كان 6 سنين. صغير. ومرت باباه كيفاش كان تعامله؟ كانت تعامله معاملة صعيبة، صعيبة بزاف بزاف بزاف. قالها حسني تاعي مرت بوك تبغيك ماشي كيمك. حتى انه فيه بعض الامهات اللي يتبناوا ابناء زوجهم وكانه ابنهم اولادهم. صح اولادهم. وش من نوع النصائح اللي كنتوا تمدوهم منها انتم مع ان كنتوا توقفوا؟ كنا حابين، احنا كنا معاها، كنا حابين طول ترجع لدارها، قدرنا المستحيلات باش ترجع لدارها. ما بغيناش كل على جالس ولدها. حاولنا حاولنا ما قدرناش. هي اللي اتخذت القرار؟ هو. هو دوكا راه يقرا، واش يدير وليدها؟ والله قرا وخرج ودوكا راه قاعد يخدم. لقى خدمة؟ ايه خدمة. أو شاد يده ولا خدمة مليحة؟ شاد يده شاد يده، ما لقاش يعني خدمة هكا ولا شاد يده باش ما يضيعش برك. وماشي متعب يماه؟ والله متعب، هو نعمل التربية نعمل الأخلاق. الحمد لله الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله الشام. الحمد لله الحمد لله. وأنت وجدات وعايشة يماك أنت يا عايشة؟ ايه عايشة، عايشة الأكثرية تربى عندنا احنا يعني خالات كان لازم يطول في عمرها. كان لازم عندكم بزاف. قلتي لنا قبل ربي يشدها له ويطول مليح في عمرها ان شاء الله. عوضت شوية مكان الأم الجدة. قلتي لنا قبل قليل أنه نظرة المجتمع صعيبة، أختك عانت من نظرة المجتمع في بيتنا؟ عانت بزاف، ناس ما ترحمش. مثلا كانوا يجرحوها بالكلام؟ كانوا بالكلام، هيك بالكلام بزاف، وكانت ما تخرجش غير مع تخرج مع اختها ولا مع امها ولا الناس ما ترحمش بلا الهضره هذيك تاع ما ترحمش تعيش في وحده برا هكا وحدها هي كي فلانه هاي مطلقه وهاي. الهضره تجيكم تجي من البراني ولا من اللي قرب ليكم الهضره؟ في زوج اكثر من البراني، اكثريه من البراني هي اللي توجع. للاسف. والاول ما جاتها فرصه زواج من بعد طلاقها قبلت بها؟ ايه اول ما جاتها قبلت، وكان شرطها الوحيد هو ولدها.
ايه كان الشرط هذا الوحيد انه ولدها تديه معاها ومن بعد رفض قبلها هذا اللي دات وعاش عندهم قدام من بعد كان داير له كيما باباه ولا خير ايه يحبوا لحد الان ايه الحمد لله ومن بعد على خرج من عندهم هي ومن بعد كي زوجت راجلها هذا ما بغاش يخليها يعيش معها طليقها يعني طليقها ايه اللي طلقها ما حبش ما خلاش ما خلاش يعيش مع الزوج تاع امه للاسف هي حالة اجتماعية عندها خلفية نفسية راح تعالجها الأستاذة هدى مخلوفي بقى يتابعي في برنامجنا يعطيك الصحة اللي فتحتي لنا قلبك حبيتها برك تمد لنا نصائح حتى مع انه راهو كبير راهو 23 سنة ولحد الآن ما انساش ما انساش والله ما انساش تلقاه ديما حزينة هكا يضحك غير ما انساش ما انساش أنه سمحوا فيه وعاش عند جداته شكون اللي سمح فيه؟ هو حس ربما انه يماه انه تربى بعيد على يماه نناقشوا التفاصيل هو يلوم يماه ما يلومش يماه يحب يماه قريب ليها يماه يحبها يلوم باباه يلوم باباه كان يقرا كان يده كان يقرا من الاوائل وعنده خوته مع باباه؟ عنده خوته يحبهم قريب ليهم؟ يحبهم جميل شكرا لك بقاي تبعي فينا يعطيك الصحة نشكركم بزاف بزاف ويعطيكم الصحة وراكم منورين شاشة والله منور حنا اللي نشكروك فتحتي لنا قلبك يعطيك الصحة يعطيكم الصحة شكرا لك تحياتنا لك ربي يخليك شكرا بالسلامة شكرا يعني هذه حالة نموذجية فيها كل عناصر تاع المعاناة تاع أي مرأة مطلقة مع أولادها يعني وعجبني الحوار اللي كان ينم عن الخبرة تاع المنشطين لطفي وإيمان يعني دخلتوا في الأغوار تاع الحالة ما شاء الله يعني حقيقة باش نشوفوا أنه هذه الحالات فيها العديد من المتغيرات اللي تقدر تأثر بطريقة إيجابية أو سلبية علاش قلنا إيجابية وسلبية مقبل لما قالت الطفل مازال يلومهم على أنهم سمحوا فيه أنا قلت لك شكون سمح فيه لانه الاطفال بصفه عامه ما عندهمش اراء واضحه ومواقف الاتجاه واش صرا منين يدوا المواقف تاعهم من عند الناس الكبار معناها اذا سمعوا الام تتالم وتقول صرالي ودارولي فعلولي هذيك الشكوى الزائده وانها تعطي صوره سلبيه على هذاك الاب هنا الطفل راهو يسجل وراهو يتبنى هذيك المواقف اذا كان سمع مثلا الاسره تاع الام تلوم هذا الاب يلي نحلها وليدها ويلي فعل فيها ويلي فراهو يخزن كل هذه المعطيات ثم راح يتبناها ثم يولي يتفاعل بها فلما يوصل يعبر راح يعطينا وش احنا غرسنا فيه لما كان صغير فهاد الاطفال المفروض نحطوهم بعيدا على هذا الوضع لكن للاسف اغلب الحالات يستخدم كأداة للانتقام هنا نشوفوا أن المرأة الزوج لما يعود حياته المرأة راهي عندها الحضانة كدرجة أولى فمش ممكن أنها طالب زوج يجي يدي الأبناء ولا يأخذهم كمسؤولية لأنه هي عندها حس المسؤولية زائد اتجاه أبنائها لكن نلقاو عامة الزوج ولا نقولوا الطليق لما الزوجة تاعو هذيك العفوا الطليقة تعاود حياتها التم يعبز على نقطة الألم الكبيرة ويسحب الأبناء ويسحب لها الحضانة وللأسف يعني جوني حالات يعني وصلت لدرجة من التعقيد أنه المرأة دارت حياتها وتزوجت ومش مسمعة أبنائها هذوك اللي من طليق الآخر ومش مسمعة طليقها من أجل فقط الحفاظ على أبنائها قراب لها للأسف فعلاش نوصلوا لهذه المعاناة الكبيرة هنا التسريح يسمى التسريح بإحسان وشنو هو التسريح بإحسان احنا عشنا فترة معينة احنا باللي ما نتفهموش ما نتوالموش وصلنا كما قلنا أنمباس خلاص طريق مسدود كل واحد يروح لسبيل الحال ويعاود حياته بما توفر له من فرص وعلاش انا نجي نقيد الطرف الاخر ولا نحكي عليه كلام سلبي ولا نحط فيه حكايات ما كانتش فيه وتولي فيها قذف وتولي فيها مساس بالشرف وتولي فيها يعني معايره ويعني حكاية طويله جدا للاسف سواء من جهه اهل الزوجه ولا من جهه اهل الزوج وعلاش هذا الانتقام للايجو لانه الايجو هو اللي يخلينا ناذيو الاخر فقط من اجل الانتصار لذاتنا المفروض من الاخلاق الكريمه
انه كاين يعني العديد من الموروث في السنه النبويه وعن سلف، انه الناس عاشوا كيف كيف ما تفهموش طالقوا خلاص، كل واحد يعني يشد هذاك السر في نفسه ويذكر الاخر بالخير ويمشي لحياته. يعني الانسان ما ينساش العشره، ما ينساش المعروف، ولكن يمشي في حياته كل واحد يفتح عليه ربي سبحانه ويعوضه ما خير. وعلاه نعاودوا نرجعوا للخلف؟ فهنا المفروض الام والاب اذا اتخذوا قرار يتخذوه بكامل المسؤوليه، يعني ويكونوا واعيين بانعكاساته، يحطوا الاطفال على جنب. الاطفال المفروض الحضانه في القانون الى الام، والمفروض طبيعيا الام هي اللي تاخذ الاطفال يعني في حضنها وتربيهم. الاب عليه مسؤوليه يعني الامور الماديه، وتبقى هذيك العلاقه تاع يجي يشوف ابنائه ويروح، وتكون زيارات حسب تطور النمو تاع الطفل وحسب عمره وحسب استعداده لهذا التفاعل الاسري. لكن ابن هكا نحرموه من امه ولا نحرموه من عائلته ولا نسودوا هذيك الصوره تاع الاب، انا نحب هنا نوجه رساله للاولياء انه انتم الخاسرين في هذه الحكايه، لانه الولي هذا اللي يشد ابنه ويسود له الصوره تاع الطرف الاخر راه يخسر ابنه بدرجه لكن كبيره. لكن العائق الوحيد ربما في المجتمعات العربيه بالخصوص هذاك اللقاء اللي يكون بين الزوج وبين الطليق لما يجي يزور الابناء. لا يمكن ان تكون صداقه، ما نظنش انه تكون صداقه في نظري بين الزوج والطليق في المجتمعات العربيه. هي احنا ما نقدروش نعمموا، اكيد نادر ربما. هل يمكن ان نكسر الحواجز ونتصوروا انه يكون طليق صديق للزوج في المجتمعات موجود العربيه؟ موجود حالات، يعني موجود حالات لديها من النضج ومن الوعي اللي يخليها تخرج على هذا نقولوا هذه الحدود تاع انت طليق وهذاك زوج وانت راك مع مرتي وهذاك ولادي راهم عندك، تخرج من هذه الحكايات لانه الناس واعيه وناضجه وراهي عارفه القيمه تاع هذه التفاصيل الصغيره. علاش قلنا الناس لما تكون واعيه وناضجه المفروض تاخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل. هذه الصوره تاع الاب والصوره تاع الام لما نحفظها انا بالنسبه لابني راح نسمح لابني ينمو بطريقه متوازنه. اي طفل وهو يكبر يحتاج تكون عنده صوره ذهنيه عن اب وصوره ذهنيه عن الام تاعو، تكون ايجابيه، تكون يفتخر بيهم، فرحان بيهم، يعطوه الحب، يستقبل الحب منهم بدون كل الصراعات الموجوده بين هذوك الزوجين. لما الطفل يكبر بهذه الصوره في ذهنه راح يكبر بطريقه متوازنه، راح تكون علاقاته متوازنه، نظرته للجنس الاخر متوازنه، لانه في واحد المرحله كاين حاجه يسموها التقمص، تقمص الولي من نفس الجنس داخله في النمو الشخصي تاع الطفل. في 4 سنوات 5 سنوات يبدا الطفل يعاند الوالد اللي من نفس جنسه، معناها إذا كان الذكر يبدا يعاند باباه، إذا كانت الفتاة تبدا تعاند أمها. هذه المعاندة معناتها تحب تلبس كيما هي، تحب دير لجاز كيما هي، تحب تدير الأمور اللي ديرها الأم، هذه المعاندة راهي داخلة في التطور السليم للشخصية ومفيدة جدا وضرورية جدا، ولازم ندخلوا أبنائنا في هذا الجو تاع ديري كيما أنا هذه لكن بحدود. فالطفل هنا حنا نعطوا له صورة سلبية على أحد الأولياء، لما يجي يكون شخصيته وينضج هذيك الصورة سوداء سلبية جدا. فهنا نلقاو الطفل يا إما يتقمص شخصية شخص آخر راهو قريب للعائلة، ولا يتقمص شخص بعيد كلية، ولا يتقمص أحد المشاهير، ويعني التقمص هذا راح تكون فيه سلبيات كثيرة لأنه غير كامل، ولا نلقاوه يكبر بهذيك عقدة النقص تاع أنا مش كامل في شخصيتي، شوف فلان عنده، وتبدأ المقارنات. هنا الأطفال تبدأ تقارن بعضها وتبدأ تتمنى لو كان عندي أب، لو كان عندي كذا، تزوجي جيبي لنا كذا، دير لي كذا، الأم تاعي، ندخلوا في واحد المتاهة صعبة جدا على شخصية الأطفال. في هذا السياق أستاذة نعرف أن الطفل ربما يتأثر بزواج أمه أكثر من زواج الأب. يعني الأب يقدر يتقبل أنه فكرة أنه والده عاود حياته، لكن أمك تعاود حياتها وأنت في سن صغير ربما كي تكبري تلومي الأم أكثر ما تلومي الأب. هي هذه دائما نقطة اللوم تتوقف على واش وصلنا للطفل، علاش يصرى صراع هنا والأطفال ما يتقبلوش؟ هذه ترجع لنوعية التعلق بين الأم وأطفالها. احنا قلنا أنه العلاقة القريبة للطفل هي علاقة الأم، فالأم هذه إذا عرفت تبني علاقة متوازنة، علاقة صحية، علاقة فيها أمان، واش معناها أمان؟ معناها الطفل تاعي نخليه عند جده، نخليه عند خالته، نخرج نقضي أموري، نروح ندير شغالاتي، ما يبكي، ما يتخلع، ما يتأثر، ما يحس بلي راح نسمح فيه. الأطفال في هذاك العمر الصغير تاع 3 سنوات 4 سنوات يبداو يعيشوا واحد القلق يسموه قلق الفقدان ولا قلق الانفصال. واش معناها؟ في ذهنه اي سلوك يديره الام ولا الاب معناتها راح يسمحوا فيه. لذلك لما يروحوا للمدرسه اليوم الاول ولا الاسبوع الاول يبكي وبكاء شديد. علاش؟ لانه في ذهنهم راهم يتعاقبوا، داروا حاجه ماشي مليحه راح يسمحوا فيهم، راح يخلوهم، يبدا هذاك الصراع الداخلي يظهر. فكل ما كانت العلاقه غير متوازنه، بمعنى الطفل ما يقدرش ينفصل ولا ما يقدرش يشوف روحه وشخصيته بعيد على هذاك الولي، راح يعيش
يعيش هذاك الحرمان. اذا لازم نعودوه ينفصل عن الام، نكونوا بطريقه متوازنه، نعودوه انه انت شخصيتك مستقله، باللي انا لما نروح كولي ولا كام ولا كاب، لما نروح مكان فلاني ولا لما خليك مع الشخص فلاني، راني خليتك عن شخص امين اولا، وباللي انا ما سمحتش فيك انت وليدي ونحبك وعزيز عليا، بصح انا حنروح نفهمه هكا الطفل تاعنا، ولو انه راهو صغير 3 سنوات 4 سنوات تقولوا ما يفهمش، بعال العكس حسد سمع تطور وهو جنين في بطن امه، فراهو يسجل كل شيء ويفهم كل شيء. العقل الباطن. بالضبط. الجلسات العلاجيه هي العلاج الكفيل لهذه المشاكل. من نخص بالجلسات العلاجيه؟ الاب بالضبط، ولا الطليق؟ الطليق ولا الزوج ولا الام ولا الابن؟ هناك يعني الأطراف المتعلقة في هذه القصة، بالدرجة الأولى الزوج والزوجة والطليق إذا كان ممكن يتعاون في هذه القصة، والأبناء، معناها قبل ما تكون يعني خطوة جديدة ولا مشروع جديد لازم يكون تحضير نفسي ويكون استقرار، ويكون يعني إذا كانوا أبناء بطبيعة الحال لازم نحطوهم في جو من الاستقلالية، يعني مليح كي ذكرتي هذا العنصر تاع التعلق، لازم ابني يحس بلي أنا نحبه في كل الظروف يعني، وأنا متمسكة به في كل الظروف، وتغير يعني امر معين في حياتنا لا يعني انه راح تغير محبتي ليه، هذا هو اللي يخلي الاطفال يطيحوا في صراع. فلما نوجد ابنائي بهالطريقه ونفهمهم باللي ممكن يدخل فرد اخر في العائله، ونكون عندهم شخصيه مرنه وشخصيه اجتماعيه تتفاعل مع الاخرين وتتقبلهم، ويعني يكون سهل التواصل تاعه، راح يدخل في العلاقه بطريقه بسيطه، نحضروه فقط نفسيا كامر بسيط. ممكن هذو اطفال صغار، وبالنسبه للشباب البالغين كما المثال اللي مدته لنا المتصله، يكون حوار، تكون امور منطقيه، يكون اظهار الاحتياج، معناها نبين له لابني باللي وحنا في هذه الوضعيه، ها وش ناقصنا، ومش ناقصنا يعني كشيء كبير راح يولي سلبا على الشخصيه، ولكن لو اضفنا زعما هذا الزواج ولا لو اضفنا شخص فلاني يكون كان احتكاك، راح يكون في حياتنا امر جديد، راح تكون سعاده، راح يكون تغيير ايجابي، انت راح تلقى روحك في المجال الفلاني، راح نطوروا في المجال الثاني، احنا نقدروا نحوسوا ونخرجوا، يعني يكون فيها تطور ايجابي. فلما نبينوا لهذا المراهق ولا الراشد يعني راح تكون الامر بسيط. يدينا من عندك هدى وخلوفي استاذتنا اخصائيتنا في علم النفس ومعالج. مشاهدينا نعم، نرحب بكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح، واختار قناة شروق العامة برنامجنا الصباحي صباح شروقة. إذا لطفي كما تعودنا دائما نحاول من خلال برنامجنا أن نسلطوا الضوء على بعض الحالات الاجتماعية، حتى ربما نفتح المجال للكثير من المشاهدين والمشاهدات أنهم يقدروا يتعرفوا على بعض العائلات اللي راهي تعاني، وعلى بعض الأمراض ربما اللي يجهلوها حتى يتعرفوا عليها من خلال الحالات اللي نعرضوهم في برنامجنا. الحالة اليوم هي لسيدة ابنها يعاني من مرض مزمن في البنكرياس، وأيضا يعاني من مرض تأخر ذهني. تأخر ذهني، نعم، ومشاكل أخرى تحدثنا عليها ربما والدته والحاضرة معنا سيدة سعاد زرارقة والدة عبد الرؤوف اللي جتنا من ولاية عين دفلة بلدية واد الجمعة. وشو المشكلة تاع وليدك؟ المشكل تاع وليدي السكر يهبط له بزاف، يهبط له حتى 0.7. المره الاولى ما عرفناش الحاله تاعو، ومن بعد دخلناه الخميس شهر و15 يوم بدينا نعالجو فيه، وكيما قدروا له الطباء بحثوه الباب الواد، في باب الواد داروا له تحاليل وتعيارات وكل، وبحثوا له التعيار تاع الدم تاعو للخارج، كي بحثوه للخارج قالوا لهم بلي عنده مرض مزمن، ما يقدرش يدي واسي يعيش بيه. نعم، قالوا لنا دوكا حنايا، قالوا لنا ما عندنا ما نديروا لكم، نقدروا نوفروا لكم غير الدواء. الدواء المره الاولى وفروه لنا قريب شهرين هكا، ومن بعد حب انقطع، كانوا وليدي نورمال يهضروا وكل، داروا لي تاع تشكك جوه صعاب، داروا له يعني عوضوا له ما تاع الكاشيه تبتشكك، جاه صعيب كعرف الدري كيفاش يتواسيه من يديه ازرق كاع جسمه، حبسناه له، كي حبسناه له حبستوه بلا ما تسقسيو الطبيب؟ ايه انا حبستوله، ما قدرتش، عطنا 3 خطوات في النهار، الصباح على 8 على 4 على 12 تاع انسولين، هذه الانسولين لا لا ماشي انسولين، تاع البنكرياس باش يطلع السكر. اوكي، ايه كي حبستولو وقعد 8 شهور، شغل قعد روطه، طاح لي في غيبوبه.
ما حبش يطلع له سكر، قعد 07 07. كي طلعته هنا الباب الواد صدت طبيب بوشعير، قال لي مدام، قال لي راه في حاله لا يرثى لها، قال لي راه في غيبوبه، قال لي وليدك راه فقد الوعي، ما ياكل ما يشرب والو، الماء ما نقدرش نشربه. كي جبناه عاودنا فاني قعدنا هنايا، كثر خير الطبان نقول لك الحق، وقفوا معايا عاونوني. داروا المجهد تاعهم، ابوره دحماني الطبيبه يعني تاعو بالعرج الحمد لله من دبا والله غيوقفوا معايا، دبروا له الدواء وعيطوا لهم. المشكل المره الاولى بدا الشعر ينوض في جسمه، شعر الدواء يدير اعراض وذوك عدلوه شويه، جسمه فيه الشعر كامل. هو في عمره 5 سنين هو. ايه راه عنده 5 سنين. عانينا معاه. واش قالوا لك الان وشنو هو العلاج؟ هو ما كاش علاج، هما دوكا لازم لي ندير له ليران باه يشوفوا راسه دوكا، علاش ماهوش ينطق، كان يهدر وحبس الهضره، دوكا لازم يشوفوا الواسمه ليران يديروا له على راسه باش يشوفوه لين كيما حنا نقولوا يقدر يعاود يهدر ولا لا. وعلاش ما شفتيش؟ على ما درتولوش؟ جينا المره الاولى قال لك لازم نخضروه، لازم المخدر. إيه؟ ووليدي ما يحبش يبوجي وكل ما حبوش الطبه، قال لك صعيب ما نقدروش كاش ما يصرالو ولا. ما عندوش مرض توحد هو؟ لا لا ما عندوش. ايه المرض تاعو المرض تاعو شغل الدواء كيحبسو اخره في العقل تاعو، تاخر ذهني. ايه هو زاد لاباس به؟ لاباس به نورمال عادي، كي لحق عام ونص حلوا هذا المشكل. عندك اطفال واحد اخرين؟ ايه عندي 2 بنات. كلهم مسالمين؟ لاباس والله الحمد لله. الحمد لله. الزوج تاعك يعمل سيدتي؟ شبكه اجتماعيه برك. حالة يعني لا يرثى لها. كنت شحال يخلص هو في الشهر؟ 500,000. 500,000؟ 500 500,000 في الشهر؟ ايه يربي بها. ايه ونشري له منها لي بوندلات لي كوش راك عارف. والتنقل من عند فلان للعاصمة كيفاش راكو ديروا؟ شكون هو يعاونكم؟ ما تعرفنا بواحد الحاجة مسكينة معاونتنا بصح بالمقدور اللي تقدر عليه عاونتنا، كان ما عندناش القش عاونتنا بشي قش. دير خير، هي حابه لوجه الله دير خير. والله غير دير خير، كثر خيرها الحمال ديها. عندي وحده ثاني في باب الواد، كي نطلع لباب الواد كنت نطلع وكنت نقعد في باب الواد تعاوني تجيب لي لي كوش لوليدي. وين تلاقيتيها هذه تاع باب الواد؟ تلاقيتها في السبيطار، يقول لها ام ادريس مسكينه ثاني عاونتني، كثر خيرها هي ومولا بيتها، وان شاء الله ربي يحفظها ويحفظها. كاين الناس اللي يحبوا يديروا الخير. بصح بصح دوك خلاص شغل كثر علينا الضغط بزاف، بدينا نعانوا خلاص. طلبتي انه يديروا له ليغام، علاش في المستشفى ما قدروش يديروا له ليغام؟ المشكل قال لك الرانديفو لازم طول. طول، كل ما نقول لهم يقولوا لنا هذا الشهر هذا النهارات غدوا نعيطوا لكم، كل خطره كيف. وين واش المستشفى واش لوبيتال؟ دوكا رانا نتبعوه هنا في الحراش طبيبه. ايه شحال من مره تجوا ليها؟ انا في الحق ما نجيش مولا بيتي. شحال من مره تجي لعندها؟ يجي ليها عند نارين ديفون نجو ليها، كنقولوا شهرين ثلاثه تقولنا نجو ليها، تجي تقلبوا تشوفوا تزيد له في الدواء تنقص له في الدواء. دوكا راه عايش بالدواء، مازال عايش بالدواء. ايه عايش بالدواء. بعد ما نحيتي له تشكيك دوكا واش هو يديه؟ ايه ياكل كاشيات. ايه ياكل كاشيات. ولقى روحه فيهم كاشيات؟ لا لا الحمد لله، كان ما يمشيش كاع، كان راقد فراش، يحبي يحبي كما البيبي الصغير. والدواء شكون يشريه؟ الدوله طيلتونا. يعني ضمان اجتماعي. الدوله طاتولنا، يجيبوهنا من السبيطار عندنا في الخميس، كنت نجيبو منا من باب الواد، مولا بيتي يطلع حتى هنا لباب الواد وعاود يهبط. من بعد كي جاتنا صعيبه طبيبه ساعدتنا قالت لنا نبعثكم في الفرمسيان عندكم في الخميس في السبيطار تاع الخميس. كثر خير هم يجيبوه لنا. ودوكا لي كوش يبقى يديرهم دائما، ما حاولتيش تنحيلو لي كوش؟ ما يعرفش. ما يعرفش. والو، تعطي له حاجة هاك تقيسها حشك في الأرض وتواسيها يرفدها ما على بالوش شتاه، ما يعرف والو. وما كاش طبيب نفساني راه يعالجو راه يتبع فيه؟ ما تبعتوش.
للاسف. انت الان سيدتي وش مطالباتك؟ اني حابه الناس تعاوني اللي يقدر يعاوني في اللي كوش لوليدي شويه سكنه ما عنديش من الدهور حالتي اللي يقدر يعاوني. وين راكم ساكنين دركا؟ ساكنين عندي زوج بيتات وحشكير ورا زوج بيتات ونطيب فيه لطوالات ما عنديش. بانيينهم ولا وين؟ يبانيينهم بكري ومن بعد قرموت. بناء فوضوي؟ اي بناء فوضوي صحيح. وما رحلوكمش؟ لا ما طولنا مرسوات الارض ثم البلديه اللي حب اللي عنده يقدر. الدعم الذاتي ما طولكمش الدعم؟ لا ما طوليش استفاده كامل. استفاده البلديه المفروض كانت تمد 70 مليون. ايه ما عطتناش استفاده للاشخاص اللي عندهم قطعه ارض. باش يبنيوها، انتم ما استفدتوش منها؟ لا ما استفدتش. ورحتوا البلديه؟ ايه رحنا. قدمتوا طلب؟ قدمنا تاع واسمو داروا لنا في تاع تاع الباطيمات اللي طولهم ساعه ما طولناش حنا ما طولنا لا باطيمات ولا الاعانه الدعم المادي ولا اعانه. وانا متمنيه ان شاء الله من البلديه يعطونا اعانه باش الانسان شويه تتحسن الحاله تاعو شويه. ان شاء الله يكونوا يتابعوا في البرنامج ان شاء الله. صحته اولى ان شاء الله. نبداو بصحته ان شاء الله يبرا، وان شاء الله يكونوا يشوفوا السلطات المعنيه لبلديه خميس مليانه في هذه الحاله، لانه كل مواطن معروف انه كان صدر قانون انه كل الاشخاص اللي يسكنوا في الارياف عندهم حق من الدعم اللي تمنحه خزينه الدوله من اجل البناء الذاتي، والا يعطيو لهم سكن اجتماعي ويحق لهذه الاسره انه تعيش في كرامه، خصوصا انه عندهم طفل صغير ربي يشفيه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب وربي يقدرك، وان شاء الله نلقاو تلقاي ذوي البر والاحسان اللي شاهدوا في برنامجنا. كاين بزاف ناس حنا الجزائريين يحبوا يديروا الخير. ان شاء الله ربي يكرمنا في حالات كثيره، وان شاء الله لطفي ربما راح يكون تنسيق بيننا وبين زملائنا في برنامج وفعلوا الخير حتى يسلطوا الضوء على هذه الحاله اكثر، بما انهم برنامج متخصص في مثل هذه الحالات. برنامجنا مازال متواصل، فقراتنا مازال متواصله. الان نروح نحوسوا شويه لطفي، نروحوا صديقي ورجعنا لكم مشاهدينا مطبخ صلاح شروق، وراي تعرفنا شيف ليلى في اطباق تركيه بامتياز الفطيره التركيه بدون لحوم، كذلك من الوصفات الاقتصاديه والغنيه والمفيده. لطفي ورانا لحقين معها. اذا حليت العجينه كما راك تشوف بين ورقتي تاع واش هذه الالوان، تغيير في الالوان اللي راهو هنا؟ هذه الزبده. زبده. اوكي هذه الزبده اللي كانت في العجينه، ما ننساوش انه كانت فيها زبده وياغورت طبيعي، كان فيها شويه عكري اللي عطاني هذا اللون، درت لها كذلك شويه فلفل كحل باش تعطيني البنه في العجينه، والحشو كذلك لطفي. شوف شحال شباب، يعني البطاطا درنا لها الفلافل تاع الالوان، درنا لها الكرافس، درنا لها الشبت اللي كان هو الغصن تاع البسباس والمعدنوس، ودرت لها شويه فخوماج والملح والفلفل الكحل والعكري والزبده. اكيد بطاطا تحب الزبده. اذا تبرد شويه البطاطا تاعي وراح نفرشها فوق هذه العجينه كما راكم تشوفوا، يعني حليت العجينه مربع او مستطيل، نحط فوقها الحشو هذاك ونبدا نرولي يعني بهذا لو بابيير. ديرها حربوش او غولو. من بعد قلنا نقطعوها دوائر ونستفوها وندخلوها الطيب، ونروحوا نعطيكم مقادير التحليه. الله يحلي ايامكم كامل ان شاء الله. راح يكونوا عندنا دي فيغين، يكونوا عندنا كؤوس، تحلية كذلك بسيطة وعلى بالي بلي راح يحبوها كثير الأطفال. إذا راح يكون عندنا نص ريتلا تاع الحليب. حتى الكبار يحبوها. ياكلوها غير الأطفال. أكيد. إذا عندنا نص ريتلا تاع الحليب، أنا لميت كمية صغيرة وأنتم تضعفوا. وعندي كذلك زوج مغارف كبار تاع لا مايزينا. أوكي. وعندي ثلاث مغارف كبار تاع السكر. وعندي شوية تاع شوكولا. عندي كخام فخاش. وعندي عصير برتقال، وعندي باكي تاع الفلون مع لي سيغار للديكور. اذا كيفاش راح تكون الطريقه؟ نديروا اول شيء في كاسرونه كلش بارد. سمحي لي اللي ما يكونش حاضر معاه عصير برتقال طازج يقدر يدير لي بواط؟ يقدر يدير. يقدر يدير. خي درنا خضره تحليه بقرعه، يعني فرغناها ودرنا لها المايزينا ودرنا بها تحليه، لكن من الاحسن كيكون بيان سيغ في وقته طبيعي تعصروها جديده وفريشكا. اذا نروحوا نديروا كاسرونه نديروا فيها الحليب، نديرو فيها ثلاث مغارف تاع السكر، ونديرو هذيك لا مايزينا ونحركوها فوق النار حتى تعقد. غير تعقد نحي لا كاسرول من النار ونقسمها على دو بول، النص راح نزيد له شوكولا والنص الثاني راح نزيد له لافاني، وكذلك كل نص راح نزيد له زوج مغارف كبار تاع لا كريم فريش.
اذا تولي عندنا نص كو شوكولا ونص فاني. نروحو ناخذو لي فيغين تاعنا نديرو طبقه اولى حسب الرغبه، سواء الشوكولا كامل ونعاودو نديرو فوقهم طبقه بيضاء اللي هي فاني، او العكس طبقه بيضاء وفوقها الشوكولا. نخليوها تبرد ونعاودو نروحو نحضرو الطبقه الثالثه اللي راح يكون فيها كيس كبير تاع عصير برتقال، يعني راه متوفر، ونديرو معاه كيس تاع فلون. الا ما توفرش الفلون نقدروا نديروا مغرفه كبيره تاع مايزينا ونزيدوا لها مغرفه كبيره تاع السكر. نحركوها كذلك فوق النار ونفرغوها كطبقه ثالثه، يعني لي فيغين تاعنا راح يكونوا فاني شوكو اورانج. تبرد بيان سور باش نتناولوها ونديكوريوها بهاد لي سيغار تاع لي غوفرات ونزينوها كيما نحب. طبقه ثم طبقه ثم طبقه، كوكتيل كوكتيل متنوع وكوكتيل ثقافي راح يعطيه لنا زعيمنا محمد موفق اللي انضم والتحق بإيمان. صباح الخير لطفي وشكرا. لاباس ليلى؟ لاباس الحمد لله. صباح الخير إيمان. محمد، إذا المشاهدين محطتنا الموالية هي الفقرة الثقافية المتميزة بتميز زميلنا محمد موفق وأيضا بكل المواضيع اللي اختارها في جولته. إذا نقولوا بسم الله محمد. نقولوا بسم الله إيمان، نقولوا صباح الخير لكامل المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا، ونبداو بأول محطة ثقافية ونقولوا مبروك لكل من كاليغ جابوني ومنال حدلي اللي كانوا تحصلوا على لا هذه أول صورة راح نبداو لها، هذه صور حصرية وكواليس من مسلسل عربي راح يكون في بعض الوجوه الفنيه الجزائريه ومن بينهم الفنانه منيره فيسر وابحي، هي فنانه جزائريه اللي راح تشارك في دور البطوله وراح يكون في الدراما الرمضانيه. فيلم عربي يعني. فيلم عربي اكيد راح يكون فيه مجموعه من الوجوه الفنيه العربيه مثل جيني اسبر، عبير شمس الدين وغيرهم. المخرج هو عمار سهيلي، هو مخرج سوري. قصه الفيلم تحكي عن فتاه جزائريه ممكن تعيش في سوريا لكن تسيء انها توصل لهجه الجزائريه. وهنا تكون الصعوبه وهنا تكون حكايه الفيلم. احنا بعثوا لنا برك بعض الصور الحصريه لكن حصريه الفيلم ان شاء الله نتمنى انه لما تدخل الفنانه تكون حاضره معنا حتى تعطينا تفاصيل اكثر. نتمنى لهم التوفيق، كل فنان جزائري يعني يعمل في الخارج يدير لنا اضافه خاصه اذا كان اعتمد لهجتنا اللهجه الجزائريه كما شفنا امل بوشوشه اللي كانت ابدعت في عديد من المسلسلات. دولار ايضا دولار ما كانش ناجح اكثر لانه كان على نتفليكس. على نتفليكس والناس تعودوا على امل بوشوشه في طابع وشافوها في طابع واحد اخر، خلى هذاك الشيء اللي خلى المسلسل ما ينجحش. نروحوا كما قلت ونقولوا برافو الكادر جابوني ومنال حدلي اللي كانوا تحصلوا على جائزه افضل فنان جزائري وافضل فنانه شابه في كازا ارت بالمغرب، وكان تكريم يستحقوا التكريم الاثنين. نعرفوا انه كادر جابوني اعماله ضاربه وراه يروح للعالميه، ومنال حدلي كيف كيف، نقول لهم مبروك عليكم. هي مسابقه محمد هي هو مهرجان مهرجان يختار الاسماء اللي ممكن عملت ضجه طيله سنه 2000 السنه، كما هذا الخطر اختاروا سنه 2019، ومن بين الفنانين اللي كانوا شرفوا الجزائر كادير جابوني ومنال حدلي. جد موفق، جد موفق صح. السنه كانت سنتهم صح. شفنا تحملت معاك المنال حدلي اللي كانت الكود كور تاع هذا العام صح. زميلنا عدلان ندير له تحيه. الفيلم رائع من خلال ما يذهب من هو يرجع الخيال العلمي، لكن لما عاشوا لي سيكونس وانه يقربوهم وكانهم واقع، وهذا هو الشيء اللي تهتم به السينما الامريكيه. برك نسقسوا لطفي، لطفي هو بزاف يحب الافلام ودي فوا كيكون قاعد بالويكاند يقول لك نشوف فيلم. شفت الفيلم معنا لطفي لابوندا؟ هايل هايل هايل. لا بلو بيل شوز في السينما الامريكيه هي صناعه السينما من مؤثرات بصريه صح. سمعيه تخليك تستمتع صح. تعيش صح. بالعمل اكيد. شكرا لك محمد. شكرا. انا نهدي لك هذا الفيلم. ما محمد وش نوع الافلام اللي يحبها؟ انا نحب الافلام الخيال وهادوما والانيميشن. الانيميشن دوكا ثاني الانيميشن ولات عندهم ولات توندونس، وحتى قصه الفيلم يقربها لك ويخليك انك تعيشها من داك. شكرا ايمان ومحمد. شكرا لك محمد. شكرا لك لطفي. من لا بلو بيل شوز في السينما الامريكيه الى اغنيه لا بلو بيل شوز، فيديو كليب اللي جانا به ضيفنا نتعرفوا عليه بعد ما نشوفوا هذا الكليب. تفضل. اغنيه جميله وفيديو كليب جميل شفناه مع بعض مميز من الفنان محمد لامين الحاضر معنا اليوم. نقولوا صباح الخير محمد لامين. صباح الخير خويا ونشكركم على هذه الاستضافه هذه. نرحب ايضا بضيفنا بالعربي رياض مكلف بالاتصال باوبرا الجزائر معلم بالسياحه اللي راح يحدثنا عن العرض العالمي الجميله النائمه تحت رعايه وزاره الثقافه وتنظيم اوبرا الجزائر معلم بالسياح. العرض راح ينطلق ايام 20 الى غايه 24 من شهر جونفي ابتداء من الساعه 7 مساء. مساء الخير. صباح الخير. اهلا مرحبا بكم. الله يسلمك شكرا على الاستضافه هذه.
نبداو مع محمد الامين. الفيديو كليب اللي كنا شفناه مع بعض، مع من تعاملت مع الاغنيه؟ اغنيه لا بلو بيل شوز هي اخر عمل ليك. عندها اون سيمان ملي تلقتها مع مصطفى 62 انحيه بالمناسبه. سي مون برومي كليب. فوالا. شكون اللي كتب لك الكلمات؟ شكون اللي لحن لك؟ تلحين مصطفى، كلمات الغالي عبد المجيد، مصطفى 62 كتلحين وموسيقى. الله يبارك هنيئا على الكليب، فيديو كليب جميل. حبينا برك نعرفك فاش حتى فكرت انك دير فيديو كليب، لان نعرفوا عندك سينجل، عندك دي كوفر ناجحين. ميرسي بوكو. بون الكليب درناه، كنت خممت ندير ان كليب في الصيف فيكو ما كاش شويه وقت وكذا مع الخدمه، دونك درتو في الشتاء وفوالا عندي اون سيمان. انت محمد الامين من تيزي وزو، ما شاء الله عليك، تحيه كامل مشاهدينا من تيزي وزو. اول بدايه لك كانت باغنيه سينجل، برافو على ذاك الرول. شكون كتبها لك وشكون اللي لحنها لك؟ عبد المجيد الغالي، وتلحينك كلش مصطفى 62. ومن بعدها مباشره طرحت اغنيه كوفر، اعاده لاغنيه خساره في كلمه نبغيك، اللي حصلت اكثر من مليون نسبه مشاهده. الله يبارك. احنا متعودين على الفنانين اللي يكونوا في بدايتهم اول شيء يبداوا بكوفر، لانه ما عندهمش امكانيات ربما كتابه كلمات وتلحين وغيره، يعاودوا اغاني واحد اخرين. لكن انت بدايتك كانت باغنيه ليك. بديت اغنيه ديالي انا، انطلقت شغل من اغنيه ديالي، جي بريفيري نحط لاتوش ديالي. مي باغ اكزومبل في الاعراس وكذا نعاود غنى نورمال كيما شاب عاقل، غنى راي نقي، نحب الراي بلوس راي نقي. جوستومون محمد الامين انت قبيلي، الله يبارك ما شاء الله عليك، مدينه تيزي وزو، ما فكرتش انك تغني بالقبيليه لكن نحب الراي. عندي الاب ديالي يغني اون كابيل بالقبيليه. نوجه له تحيه. راشد حموش نوجه له تحيه، شونتور كابيل. انا جي بريفير. وما كانش كونتخ، ما عرفتش انك تغني راي؟ لا لا كونتخار لون، قال لي او كونتخار، قال لي غني الحاجه اللي تحس بها و الحاجه اللي تحبها اكزاكتومون اللي ترتاح فيها. فوالا اكزاكتومون اللي نرتاح فيها انا، لانه قلال من منطقه قبائل تيزي وزو اللي يغنيو الراي. خاصك ما كاش مي هكا. وابناء المنطقه ما عرضوكش؟ كاين اللي عرضوا، كاين بعض التحفظات يعني منطقة القبائل يقول لك لازم الأغنية قبائلية. لازم ترديهم غير الآن. لا 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 لا، فيكو راني نخدم مع سنقية راهم راضيين. لكن ما قالولكش أنه لو قعدت في طابع اللي عنده اللي يغني عليه الوالد أحسن؟ قالوا لي قالوا لي مي نقنعهم با بروبليم. وتلقى أنه تقنع الجمهور الجزائري بالأغنية؟ الحمد لله جو فوا أن بو لي كومونتيغ، يبعثوا لي في انستغرام في لاباج تاعي فيسبوك سافا. بون لي كريتيك يكونوا طبعا. وما لقيتش مشكل في اللهجة؟ نو أنا عندي أم ديالي ألجيرواز. داكور. الله يبارك. الله يبارك. كوفر خسارة فيك كلمة نبغيك اللي حصلت أكثر من مليون نسبة مشاهدة، وعلاش بالذات اخترت هذه الأغنية؟ بون الأغنية هذه اخترتها باسكو لو بروديكتور ديالي هو اللي قال لي غنيها، باسكو توالم لا فوا ديالي. ينحيي في المناسبة مصطفى 62 من عين بنيان، هو اللي هو كما يقول الراكيزة ديالي لو مون بغا دغوا. خدم معاه كما يقول كون شونج با اون ايكيب كي كان. والأغنية غناوها فنانين واحد آخرين؟ غناوها فنانين واحد آخرين. نجحت معاهم ولا لا؟ نقدر نقول لك اغنيه قديمه كاينه كاين اللي يسمع سمعوا ديجا بها. انت بمن متاثر من فنانين الراي؟ شكون هو اللي خلاك تقرر انه تروح تغني الراي؟ ما نكذبش عليك، حسني كاين، حسني كاين عاقل. الله يرحمهم. الله يرحمهم. الله يرحمهم. هادو الزوج هادو. هما الحيين؟ الحيين كاين كاين. كاين كيما كادير جابوني يغني بيان. في المغرب كاين ثاني زهير بهاوي. بهاوي. راني في لو ستيل هذاك ابوبخي. قالوا لك تشبه له شويه زهير بهاوي؟ قالوا لك؟ قالوا لي. نرجعوا للكليب، وين صورتوه؟ شكون المخرج؟ المخرج مصطفى بوقروا. صورناه في تيبازا شويه في منطقه القبائل في تيزي وزو. ان بو بارتو. واللوك شكون اللي خيره لك؟ اللوك كاين لو ستيليست امين اللي نحيي له نقول له ميرسي بوكو بور. هو اللي يخير لك اللبسه اللي تلبسها على حساب يسوع. وانا يا ثاني وشفنا لاكوب تبدلت تاع شعري. نحيت شعري كان طويل ومن بعد طلافه نحيته. نحيته. شحال قعدت له التصوير مع الكليب؟ اربع ايام ولا كات جور. ما عندكمش بزاف اللي طلقتوه؟ عندنا اون سومان.
والقصيده يعني بدا مشاهدات معتبره 20 الف مشاهده الله يبارك فيك. محمد لامين انت واش دير في حياتك مع هذا الموسيقى؟ انا نقرا جو بريبار مون بي تي اس او ماركتينغ الله يبارك او ميم طون موسيقى الله يبارك الله يبارك وقادر توفق دوكا بين الفن وبين قادر قادر الفنان مظهره ايضا يلعب دور تشوف انه اطلالتك واللوك نتاعك يزيد اضافه للفن اللي تقدمه بيان سور بيان سور ان شونتور يلفو اتر بريزونطابل ولازم يكون ثانيا متواضع مع الناس و ان جون مع واحد كبير ماشي كيف كيف نسمعوا اغنيه بصوتك محمد لامين برافو يعطيك الصحه محمد لامين اغنيه جميله يعطيك الصحه طلع شنو مشاريعك بون مازال عمل رام جاي ان شاء الله كاين كاين جديد ان شاء الله قولهم استناونا ان شاء الله ربي يوفقك اوبرا الجزائر اوبرا الجزائر فعاليه ينتظرها الكل حدث عالمي تحت رعايه وزاره الثقافه تنظم اوبرا الجزائر بولم بسيح العرض العالمي الجميل النائمه مع بالي سانت بيترسبورغ الروسي ايام 20 الى غايه 24 شهر جانفي ابتداء من الساعه 7 حاضر معنا بالعربي رياض مكلف بالاتصال بدار الاوبرا مرحبا بك الله يسلمك الله يسلمك دونك العرض راح يكون الايام اللي ذكرتها بالتالي اكيد الكثير من ينتظروا في هذا الحدث قدرتوا تتحكموا في الطلبات بديتوا تبيعوا التذاكر ولا مازال؟ الحمد لله التذاكر راهي تتباع في اوبرا الجزائر الاقبال راهو كبير وهذه الفرقه هذه كانت ديجا فاتت من قبل في مع الاوركسترا السيمفونية لأوبرا الجزائر قدمت عرض لاكديسين لبحيرة الباجع كان إقبال كبير كانوا ثلاث حصص وين في ثلاث سهرات كانت القاعة ممتلئة عن آخرها هذه المرة خممنا نزيدوا نوسعوا في السهرات راح يكونوا خمس سهرات إن شاء الله والبالي هدايا راح يقدم هذه المرة الجميلة النائمة لابيل أو بوا دورمون شحال سعر التذاكر؟ سعر التذاكر يختلف على حسب الأماكن كان ب 3000 دينار جزائري وكان في الشروفات الفوق في لي بالكون ب 2000 دينار جزائري وانو هذا السعر مدروس يعني بالنسبة للعائلات ربما اللي تحب تجي تتفرج على هو السعر مدروس بالنسبة للعائلات بالنسبة لحجم العرض اللي راح يقدموه عرض عالمي والبالي هذا معروف بالي سان بيترسبورغ الروسي يعني البري نورمالمون هذا العرض يستاهل نغطيو به شوية مصاريف الأوبرا وشوية باش بالنسبة للمواصلات والنقل يعني كثير من الناس ربما يحبوا يستمتعوا بالاوبرا عروض اللي تقدمها الاوبرا لكن يشتكيوا من البعد والمكان اللي متواجده فيه الاوبرا ونقص الامكانيات المواصلات البعد احنا احيانا كنا لما يكونوا مهرجانات وكذا نتصلوا بالشركات الوطنيه للنقل توفروا النقل نوفروا النقل من الجزائر العاصمه لولاد فايت المقر اوبرا انا نظن ماهوش بعيد بزاف لكن كما قلت كاين الناس اللي ما عندهاش سيارات ما عندهاش كيفاش تنقل وشنو اللي يحب هذا الفن واللي يحب يتابع هذا العرض يبذل العناء يبذل مجهود ويجي ويلحق باش توعدوا الجمهور خلال هذا العرض اولا اعطينا لمحه على هذا العرض واش راح يصيب يعني الانسان او الشخص اللي يجي الاوبرا الجزائر باش يتفرج على العرض في بدء الامر نقول لك نعطيك لمحه عن هذا العرض هذا العرض هو معروف الجميله النائمه هذه قصه موحات من الخيال يعني قصه ماشي حقيقيه كتبت هذه القصه في القرن 18 بعد هذا في 1888 بطلب من مدير المسرح الامبراطوري لموسكو طلب من الفنان العالمي والمؤلف العالمي تشايكوفسكي طلب منه انه يالف موسيقى تتناسب مع هذه القصه هذه كتب القصه في غضون 40 يوم يعني كان وجد هذه المعزوفه وقد قدموها اول مره في 1890
قدمها هذا بالي سان بيترسبورغ، يعني بالي عريق. العريق، وهذا شرف لنا انه نستقبل بالي كما هذا في اوبرا الجزائر. دونك هذه هي الحكايه. الاميره النائمه الجميله النائمه هي اميره تولد في قصر ملكي، الملك والملكه الاب ديالها يدير احتفال بمناسبه تعميد البنت هذه، يعرض يكونوا مدعوين للقصر بزاف ناس وكذا. يعني فهي مقسومه على ثلاث اجزاء، الحصه راح تكون مقسومه على ثلاث اجزاء. في الجزء الاول اللي يحاولوا يعرفوا بالقصه اون جينيرال وشنو هي، يتقدموا للمعروضين منهم مادام هي قصه خياليه، يتقدموا الجنيات منهم طيبين وفيهم واحد شرير، ويجوز معاهم مع المعروضين يزعف لي ما تعرضش ما عرضوش الملك. كي يتقدم للقصر يبدا يدير مشاكل داخل القصر. وهذا راح يكون قاعد يعبروا عليه بالرقص وبالتما كوريغرافيا، تستعمل جماليات اللباس، جماليات الصوره، اضاءه. اكيد اكيد هاد الفنانين يعرفوا كيفاش يقدموا هاد العروض ويلحقوا لك المعلومه بلا ما يهضر معك، لما تشوف تفهم، سورتو اذا كنت يعني عندك لمحه كذا على القصه. بعد هدايا هذاك الجني شرير يحاول شغل يقتل هذيك الاميره بوخز كيفاش يقولوا سكين؟ لا ماشي سكين، سم تاع الطرز، هذاك الابره، شغل ابره هكذايا. الجنيه الطيبه هذيك راح تدافع عليها، و حكايه طويله. يعني حبكه دراميه، قصه مشوقه، قصه مشوقه. نخليهم يعني يجيو يكتشفوها احسن. انا نفضل انه يعرف القصه، لانه لما يكون يعرفها كي يتبع العرض على المسرح يكون فاهم، يفهم ويعيش، يعيش هذوك اللحظات. يلا زيد عيشنا المحطه الاخيره، واش راح تكون فيها؟ في المحطة الأخيرة بون هذيك الجنية راح تنوم كامل القصر بما فيه الأميرة هذه باش تحافظ على الروح ديالها. من بعد تخرج عن القصر تلقى أمير مع أصدقاء ديالو يرقص هكذا حزين، راح تقدم له صورة على واش صرا في القصر. هو لما يشوف الأميرة هذيك يتشوق باش يحضر ويطلب منها تديه ويروحوا، ومن بعد كي يدخل تعاود تفطن الاميره وكذا ويطلب يدها. نهايه جميله، نهايه جميله. عرض كوريغرافي عالمي يحتاج الى وسائل، يحتاج الى اضاءه، الديكور اللي معروفه به هذا المسرحيه وهذا العرض الكوريغرافي. الفرقه اللي راهي جايه هي تجيب معها كل هذه الامور؟ احنا الفرقه بيان سور يكونوا فيها، هي الفرقه متكونه اكثر من 40 راقص، يكونوا معاهم ليميتيرونسان وكذا، الطاقم التقني لاوبرا الجزائر قادر على هذا باش يمد يعني صوره مليحه واضاءه مليحه والصوت مليح. راهم يسهروا باش فيها تدريبات في هذا. هاد الفرقه قبل ما تجوز هنا في الجزائر كانت في سيول في كوريا، قدمت نفس العرض بتسجيل صوتي. يعني هذه المره راح يكون العرض مع تسجيل بلاي باك، يعني مش راح يكون كان عزف حقيقي، والان كان عزف حقيقي للاوركسترا السيمفونيه لاوبرا الجزائر تحت قياده المايسترو امين قويدر. هذه المره نظرا لضيق الوقت يعني طلبوا انهم يكملوا لانه تطلب تدريبات كبيره، جابوا معاهم التسجيل تاعهم، وراح يكون الموسيقى راح تكون مسجله وهم والخلفيه ديكور حقيقي ولا ديكور راح يكونوا دي زيماج اون 3 دي. بون هما اللباس تاعهم يتغير وكذا، ومع الصور هذوك اللي يكونوا راح يمدوا هذيك لوحه فنيه بامتياز، راح تكون بامضاء مميز من اوبرا الجزائر بوعلام بالسايح. الدعوه مفتوحه للجميع. شكرا لك رياض بن عبد المكلا بالاتصال بدار اوبرا، نورتنا بحضورك. الله يخليك، شكرا. نشكر ايضا محمد لامين، يعطيك الصحة على هذه الاستضافة. محمد لامين شحال تقعد في المرايا؟
والله دوكا بلا شعر. ايه 5 مينوت ماكسيموم برك هذا ما كان ومع اللوك الحوايج والله ماكسيموم 10 مينوت. شكرا لك على الاتصال وقتنا وقتك. رياض خفيف ظريف معك. ولطفي انا اقول ساعه على بالي شحال يقعد. شوفي من ساعه من ساعه وروحي من ساعه والله. احنا خدمتنا اللي تلزمنا هادشي. احنا ما يهمناش راينا احنا بقدر ما يهمنا رايكم مشاهدينا. كاميرا صباح شروق بامضاء ميز من زميلنا هو كفيف تنقلت الى الجزائر العاصمه. نقلنا راي لبعض المواطنين اللي تلقى بهم حول الوقت ولا المده اللي يقضيوها مقابلين المرآه. نستمعوا مع بعض لبعض الاراء من بعد وراجعين كي نكمل ما تبقى اقول من فقرات ومحطات متنوعه. تفضلوا. صباح الخير عليكم متابعي برنامج صباح الشروق. موضوعنا النهار اليوم يتعلق بالجزائري وشحال يقابل المرآة من مرة في اليوم، واسكو الشاب الجزائري يقدر يخرج برا بلا ما يدير رجال والمرأة تخرج بلا ما تدير ماكياج. هذا هو موضوعنا النهار اليوم، حابين تعرفوا عليه ما تروحوش بعيد، بقاو معنا. ما كاينش اللي ما يقابلش المرايا كاينه، انا نقابلها 24 ساعه على 24 ساعه باسكو نخدم كوافير. خمس مرات سته كل مره كيفاش؟ وي لازم سورتو كيكون مريضه كيكون عيان وبليجي. والله الجل من كنت سليباتير كنت ندير الجل من كنت صغير، وكي راحوا الشعرات بطلت الجل. بطلت حضرك راك داير الجل صراحه. لا مانيش داير الجل. لا 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 راك داير شعرك. ما وحده وين ما وحده ما حد ما نديرش الجل صح. بلا ما دير مع اسكو عندك كوراج زعما الصباح كي تخرج كيما تنوض كيما تخرج بعد ما تغسل وجهك بياسر وما تسكيش؟ امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل. عندك كوراج تبقى تقلع هاد الجل ولا هاد الماء اللي راه؟ لا لا ما كاينش شي واش يدير فيه راه تندور ما نصرف باسكو نكون كوافير راني قلت كل ما نجي خارج نشوف راهي راني نشتيكي باش نخرج بياسر. دير الجل ولا ياسر ياسر لازم لازم جالي نشري دير طرونتلي صح. قول لي اسكو عندك كوراج دركا تخرج بلا ما دير جال كيما تنوض صباح تخرج كيما راك؟ ايه نورمال ماشي ايه ندور في الحومه في الحومه ما تكسر تروح الخدمه ولا تقرا بلا جال؟ لا انا نقرا لازم ندير جال صح. ودركا عندك كوراج تنحي لنا جال؟ كيف نحي لنا؟ نعم تحضر تحضر بيدك ما نخليها هكذا بيان سور. بيان سور كي نكون خارجه ولا راح ولا راح بيان سور نقعد بزاف قريب نص ساعه وانا نتقم في روحي. وي وي وكي نكون هكا لا خفيفه هذا ما كان قولي لي شيل هذاك العشار شيل هذاك العشار قولي لي كيشوار نتقم شعري باش نقعد باش نزيد نقعد بزاف في المرايا. الشاب بلا حساب ما صراحه هلا باليش هلا والله ما على بالي بلا حساب. دير رجال ولا كراتين؟ ندير رجال برك رجال خاطيني كراتين. عندك كورس تقدر تنحي لنا الجال هذا الكاميرا خاطر هاكا والدور بلا جال اليوم؟ ما نجمش ما نجمش. علاش؟ اللي جانو ما يلا كون عندك كوراج تنحي كاسكيطه وتخرج باش لنا شعرك تنحي لها الجال نورمال عندي كوراج لا باش نحي الجال بصح نورمال. تقدر تخرج بلا ما تخرج برا بلا ما دير جا بلا ما تستكي شعرك؟ تخرج راجل انت تخرج كيما كيما جات تجي. بون ماكياج ما نديرش بزاف جوست كي يكون عندي بالك هكا تورناج ولا هكا باسكو خدمة في الفن اوبليجي عليا ماكيمي باش نخرج هكا برا نقرا ولا نخرج هكا برا مع مي باغون ولا هكا نحوس ما نديرش ماكياج. عندك كوراج تنحي لنا ماكياج اللي كيديرها صح؟ بيان سيغ افيك بليزيغ. اه لنزيه بون ماشي من عاتي نخرج بالماكياج مي اليوم كانت عندي مقابله دونك درتو اوبليجي عليا درتو ديجا هما داروه لي
ما يجيني غير ما نخرج بلا مكياج، راضيه على نفسي بلا مكياج نورمال. قبل ما نتزوج قبل ما تكون مصاريف بزاف يتقام لي شويه، مي دوكا قيس على حسب الظروف. ودرك راكي خارجه بمكياج ولا بلا مكياج؟ لا حاجه خفيفه بلا مكياج. بلا مكياج. والله فوند تاع الشمس. وي هذا مكان. هذا كنا نقول لك مدام اسكو عندك كوراج تنحي لنا نعطيك الهجات وتنحي لنا؟ عندي كوراج بيان سور. نحس روحي انا سيكون مانيش دايره والو سي بون. وريها فوالا شوفها شوفي في الكاميرا. قول لي الصباح كي تنوض تشوف روحك في المرايه تفكري كي روحك كي تنوض تروح ديرك تقرا؟ اه. ما دير رجال ما دير والو. رجال يطير شعر الموستيكي ورا. وترا صح كي تكبر غادي تولي دير رجال؟ اه. كيف تكبر؟ ها؟ اه. باين بلي خطر عليها انا تشوف فيا في روحي نعاود نعاود نعاود. شوف روحك غير خطره برك. غير خطره بصح كي نزيد نوض صباح ربي ولا مع العشيه نزيدني نشوف روحي. قولي تشتيكي روحك قبل ما تروح تقرا؟ باين نشتيكي روحي. شدير باريزون شدير. ها؟ تشتيكي روحك شدير. ندير شويه جيل هكا ونلبس شويه جيت القرايه ونهبط نقرا. دير جيل. دير. شحال تشري؟ ها؟ دير. شحال تشري؟ 7500. صح قول لي تقدر تروح تقرا بلا ما دير رجال؟ ها؟ تقدر تروح تقرا بلا ما دير رجال؟ اه لازم تدير رجال. لازم. مشاهدينا كما شفتوا معنا كانت هذه اراء المواطنين حول موضوعنا النهار اليوم، نضربكم موعد غدا ان شاء الله مع موضوع اخر، ابقوا اوفياء لينا، سلام. احنا كنا حابين هواري هو يجاوبنا على شحال يقعد مقابل المرايه. هواري سقسيو هذوك نشوفوا في الكواليس نعرفوا شحال يقعد في المرايه. كنا شفنا هذا صبر اراء لزميلنا هواري كفيف اللي شاف لنا بعض اراء الجزائريين شحال يقضيوا الوقت في المرايه. وكنت شفت زوج وجوه مالوفين جازوا عندنا، كانوا جازوا معنا في البرنامج فنانين يغنيو، فنانين شابين جازوا معنا تعرفنا عليهم شحال يقعدوا في المرايه. نعرفوا ان الفنان يحتاج وقت، صح يدي وقت طويل، صح هو مقابل المرايه يهتم بإطلالته وغيره. كما ضيفتنا لنهار اليوم اللي جاتنا وفاء. مرحبا بك وفاء. فنانة ممثلة مسرح أيضا ومتخصصة نقولوا في الطبع الحوزي العاصمي والأندلسي هكذا. الله يبارك عليك. وانتي تدرسي موسيقى؟ ندرس موسيقى في باب الزوار. تعزفي آلة؟ لا ما نعزفش آلة. احكي لنا وفاء وكيفاش بدات مسيرتك مع الموسيقى وكيفاش حتى قررتي انك تدرسي موسيقى؟ قبل ما نجاوبنا على السؤال نقول لها سؤال اخر، شحال قعدتي في المرايه كي كنتي جايه لينا؟ اليوم شحال قعدتي؟ ماشي بزاف، ربع ساعه. ما ربع ساعه برك. ربع ساعه برك اكيد سير برك. ودابيتود وقتاش تطولي بزاف في المرايه؟ في العرس كي تكوني في العرس؟ باين باين البنات كي تعرفي شحال ولدها شحال تولي؟ واحد الساعه نطول كي يكون عندي عرس ولا تكون عندي حفله ولا. ايمان ما سقسيتيني انت بصح انا ما سقسيتكش شحال تقعدي عند المرايه؟ والله ما نطول بزاف اخي راك تشوفني يا اخي دائما قبل ما ندخلوا ماشي بزاف يعني في لي نورم، لكن في الخرجات يعني لانه انا في الشاشه لكن في الخرجات العاديه ما نطولش بزاف. يعني حاجه خفيفه. كاين الناس بالعكس كاين الناس تشوفها المرايه صديقتها المقربه لازم كل حاجه تعاود تشوفها. كاين اللي يطولوا ثاني يطولوا مع المرايه لازم نقول لك نخرج بيان بيرفكت بيرفكت لازم صح. وكاين ميم تليفون ما يكونش مرايه ترفد التليفون تشوف ولا راهي كل دقيقه كاين عندهم وسواس. ايه وسواس خايفه زعما من لانجات. خايفه هربت لي خايفه لي من لانجات اليوم كاع على المكياج كاع على المكياج نوريكم الزعاب. خويا خويا السلام عليكم. اهلا وسهلا صباح الخير. مساء الخير وشاك صباح لاباس. رحت لي حيدر المكياج طاقت زعما هربت لي انا قويله بتاع اسكو تقدري تخرجي بلا مكياج؟ نقدر نقدر شيش شيش هي شوية شافتني زعما تعبني لا كاميرا بيشوفوا معليش اطلع للولا وخليوها ايمان تفضلي زعما. لا لا انا خاطيني حزبك حزبك حطي نطفي لا شي خمس لي شعرها زعما لو شي لعبه رقبت لعب لي جبير صارت في عباس ديرو ماركيتا رقبت لعب لي جبير لا نطفي بصح تديناتي دايره هكا زعما شغل شعري نابت هكذا زايد بيه فقت ليا بلا جال صافي سمحوا لي الدخله هذه باسكو لا لا يعطيك الصحه والله لا هربتي معاها
اللهم اجعل هذا تعرفته قبل ولا تعرفته هنا؟ ها؟ تعرفنا هنا باريس. واكو كيفك داير غايه بدرو؟ بدرو أنس. 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 بدرو. أنس. 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 أرتيست ولا سملاح؟ لا بغيت. لا يبان بين سملاح. الله يحفظك أختي. الله يخليك. أنا كي قال لي هكذاك شعرك شبهت لواحد جارنا واسمه بدرو. آه. أنا قلت بالك هو على باله بلي شعري زايد به. منين جيتنا أنس؟ لهجة من الغرب. من الغرب واه. من بلعباس. الله يبارك. الله يبارك. شحال قعدت عند المرايا قبل ما تجي لعندنا؟ شحال قعدت عند المرايا؟ ما تكذبش ما تقول لي ليلى جات نيرون ني نسقسوا طاطا فايزة. ايه. سكتني. حيوها فايزة. حيوها. طاطا فايزة والله ما قعدت بزاف راهي جات زعما قبل ما تجي فايزة قبل ما تجي فايزة كي كنت خارج من الدار. أمني أنا في ألجي ما عنديش مرايا في الدار. عندي شغل تاقة شغل البرد ديال عرفتي. اللي ما عندكش مشكل. فالدار ما عنديش بروبليم. صح اللي جيت وأنت بالتليفون طريق. وين شتيني بالتليفون؟ شتيني؟ تكي قال لها قال لها جيب لها جات جيب لها جات لا 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 مرحبا بكم درتوا لنا هذه الضحكه ويعطيكم الصحه خلينا نزيدوا عيشوا الدور كانكم زوج وزوجه وجيت تخطب ومازال مازال ما تزوجتش مازال ما تزوجتش راح تخطب وهي خدامه ويعني لازم يكون دور حقيقي وحتى رايك يكون حقيقي واش تحسي صح تجاوبيه يطلب منك تحبسي الخدمة شرطه الوحيد يلا عطي نظرة نغني نغني واه اللي تحكي كما هو صاي شوفي يا وافقتي اسمحي لي انا غادي كاع كتغني بيت خرصي فهميني لا قولي احكي لي نورمال هي ماشي افير تاع خلاص تاع مادة هي افير تاع فنان لازم له لاسين يعيش بيها يلزم يغني يلزم يشوف الجمهور اللي يحبه يلزم لا ما نغنيش مع المعايير نعيط الله فامي وراه مشكل ماشي غير لا فامي الجمهور ما يقتصرش غير لا فامي كاع الناس ولا فامي سما ماشي جمهور لا جمهور لا فامي صحيح. الجمهور الاول انا شحال عندي ولاد عمي ولا بلاش عندي قوم ولاد عمي ولا ما عندكش بروبليم مع لا فامي عندك غير مع الناس ما تخرجيليش برا قابلي لي دارك سما بين شخصيتك انت كتحسبني اني حاقرك ولا شاه زعما كيما نقول لك ما تغنيش من الكره كي تفرحي عزك وكرامتك كي تقعدي في الدار ولا لا غايه معزه كرمه ولا نخدم عليك ونشتيكي سمحت في التمثيل نتايا ايوا ضرب الا سمحت انت في التمثيل انا نسمح في الغناء صح غلبتني في هذه يا جماعه برافو دوك ما راحش تحبس الخدمه ما راحش تحبس الخدمه برافو ما نحبسوش بيزوج نعاود نذكر بلي ما يتعرفوش وتعرفوا في بلاطو صباح الشروق شيء جميل اسمعك شو لاك خطبتك شو اسمع وافق انس انس بدايتك مع الفن مسرح اكيد وي وقتاش بديت؟ بديت سنه 1998 الله يبارك ما شاء الله خدت نقرا لار دراماتيك في الكونسرفاتوار المعهد البلدي و الاساتذه تاعي اللي نحييهم بيان سور اللي كشغل كنت نبغي هذا الشيء وزادوا هما زرعوا لي في هذا الشيء كشغل انا من الصغر هكا كشغل نطقت قبل ما نتمشى شايف كشغل هكا نهضر من الصغر ندير لافامي ندير لهم التياتر وكاع الجده الله يرحمها كانت تقول لهم هذا كشغل تاع مسرح غادي تضيعوه دخلوه حتى كي توفات الوالده كشغل دارت الوصيه تاعها الله يرحمها سما دار ماركتني في الكونسرفاتوار وكاع واش الاضافه اللي زادها لك الكونسرفاتوار الكونسرفاتوار سي شوف نقول لك حاجه الفنان عنده الموهبه ديجا اللي يعطيها لها ربي سبحانه وتعالى صافي ديجا غادي يكون يدير واحد لي تروك مي الكونسرفاتوار سي الدراسه سما الموهبه وحدها ما تكفيش الا قد دراسه فوالا ومن مور الدراسه الا قد اكسبيريونس سما هادو ثلاثه باش تقدر كيما نقولوا تمشى بهم ابري شويه ما همش دراستك من بعد انا في الاولى ما همش دراستي كونخير بالك عاوني المطرح والمصرف بزاف للدراسه تاعي بصح من بعد نو انا جاي عملي وجاي تقعد ترقد كيتاغم والان واش راك دير مسرحيات مازالك في المسرح ولا عندك اعمالك تقوم بها سي انا نطلع سيغ سان لي شو من هذه وحنا في الغرب عندنا واحد الظاهره كشغل لي مارياج بزاف كشغل العراس يديروا شو يديروا واه علاش ما يعيطوا لي بزاف هكاك الاحباب معروف العراس ماذا اه العراس تخيل لي فامي شغل كاع فاميلي كاع كاع وتوجد لو تيكست اللي يديروا ولا طافي نورمال فوالا طافي نورمال كاين لي كور دامبروفيز كاين لي كور دامبروفيز اللي تقراهم وكاع من الاحسن الفنان انه يحضر واش نوع المواضيع اللي يديرهم في العراس انا جينيرالمون كنت صغير تعلمت سمعت واحد الحاجه يقول لك باللي من كثره المحليه توصل العالميه
شو الانسان ما يلقناش يتخيل دو سيتياسيون ولا احكي على روحك، احكي على داركم، احكي على حومتك، احكي على ولايه تاعك، على بلادك، على قضايا تاع المجتمع اللي انا عايشينها، باش الجمهور كي يشوفك يحب يحس بك، يحس بك يحس بك. باسكو علاش انا على بالي بلي كاين مني بزاف انا بالجزائر، حكي مع حومتي كاين بزاف كيما هذا هو هذا واش عايش المواطن لازم يشوف نفسه. فوالا لطفي انا جينيرالمون نحكي غير على روحي، على الوالد تاعي، على امه، على منا، على الخليقه. علاش سميتها خليقه؟ خليقه خلقها الله ليا سبحان الله. كان شو نحكي على كاينه ولا ما كاش؟ ما كاش مازال شويه. مازال راك متصوره. كيفاش راك متصوره؟ خلاص لقيت شريك حياتي يعني ولينا الطبيب. والله تخيل تخيل عندي خيال واسع. خلي خيالك نرجعوا للخيال، غادي نستعنا في الخيال. نروحوا للحوزي والاندلسي، ممثله ايضا، ممثله مسرح، قدمتي عروض؟ كانت لي عرض واحد في 2013 في مستغانم برك مسرح. هذا واش درتي مسرح؟ هذا واش درت مسرح عرض واحد في مستغانم. قالوا لي ما قريتوش انا مسرح، قالوا لي وافا انت ما تخافيش من لاسان، مالفا تغني، مالفا هكايا ندير مسرح، ما تكونش مسرح. ما قريتش انا مسرح، رحت درت يبات تكاليفيت وديت 2013 مسرحية وحيدة وتوجت. ومن بعد درتي مسرح كامل؟ ما زدتش درت مسرح، كملت الغناء. وهذا الشيء كونك اديتي دور واحد يخلينا نقولوا عليك فنانة مسرحية؟ لا، فنانة غناء. أنا من يعني توجهت للغناء؟ توجهت للغناء ملي كنت صغيرة، عندي قلت لك اكسبيريونس وحدة في حياتي هي المسرح. صح، هذه الاكسبيريونس والتجربة توجتي بالجائزة الأولى فيها، علاش ما كملتيش في المسرح؟ يعني اللي كانوا ثم 48 ولاية قالوا لي فنانين في المسرح، قالوا لي بزاف تعرفي ديري مسرح كملي فيه. علاش ما كملتيش؟ ما كملتش فيه، التيت بالغناء اكثر، كنت نميل للغناء. واش من طابع غناء؟ اندلسي. اندلسي انضميتي لفرقه موسيقيه اندلسيه؟ اندلسيه لا، كاين عندي فرقه في بويره، مي ماشي اندلسيه، فرقه لا كورال. وكيفاش ديري موسيقى اندلسيه وتغني اندلسي وانت ما عندكش فرقه؟ في الدار وحدي نقرا في الدار. وحدك؟ قلت لك نقعدوا في الدار. لا نقرا في الدار ونغني برا. ما تقعدي ما تقعدش في الدار، وكل نزيد نقول نروح ندير فرقه. والله لا غايه. نقعد في خيالي. يعني ما جربتيش موسيقى اندلسيه واغنيه اندلسيه مع فرقه؟ تغني الدندني وحدك برك في الدار؟ لا، درت دي بتيسان في ولايات مع كورال تاعي اندلسي. غنيتي اندلسي مع فرقه موسيقيه؟ اوكي. ما تعلمتش اندلسي، مي غنيت اندلسي. تعلمت غني الحوزي اكثر من اندلسي. عاصمي اكثر. عاصمي. الاندلسي لازم يتعلموه في جمعيات. وكيفاش تعلمتيه؟ تعلمت قلت لك وحدي في الدار، نتعلم كيفاش نطلع، كيفاش العرب نديرهم، لي تكنيك هذوك. وحفظتي النص وغيره؟ يلا سمعينا شي، متشوقين حابين نعرف. لطفي عبالك انا بلا سمعت هاد الدندن في الكواليس. كانت فاف كواليس خويا، اسمح لي الله يبارك ما شاء الله. هي واه سمعتها. انا حسبت لي برشا تخليها. عندك معصر شويه. انا حسبت لي برشا خليها تغني. لا بدها مخلي خويا امينه وكاع ما خليها. انا خلاص انا عشت الدور وبدي حطم زوج وزوجه. بدا يترح. لا لا لا، هنا ما في الدار، هنا في دارنا هنا. يلا سمعينا شي استخبار اندلسي. تفضلي. يا خير الأنام حسنك سباني، عاشق بالدوام عن طول زماني. الله لا نزول في حب الرسول مولاي محمد صلى الله عليه وسلم. برافو. منين انت؟ وين مقيمه؟ مقيمه ولايه بويره.
الله يبارك. الله يبارك. تحياتي كامل الناس بويره. عندك صوت اللي اكيد يحبوا جمعيات يستثمروه ويوظفوه في فرقهم، لانه في كثير من الفرق الموسيقيه اللي يلقاو مشكل خصوصا الجمعيات في الاصوات اللي تادي الاغنيه. لي سوليست عندهم لاكورال ميني سوليست. لي سوليست ناقصين. ناقصين. ما حاولتيش تقربي من جمعيات بويره ما فيهاش؟ كاين جمعيه اندلسيه كاين في شرشال. شرشال. بويره ما كاش جمعيه اندلسيه. كاين شرشال القليعه. كاين شرشال القليعه. الجزائر العاصمه بليده. كاين هادو. يعني تجي تشارك في مسابقات. ما خدمتيش تشكلي فرقه موسيقيه ديري جمعيه. عندي فرقة تاعي في بويرة، لاكورال تاعي نمشيو نروحو نديرو دي بتيتسان، من داك مع لاكورال من داك وحدي. وهما تعلموا موسيقى أندلسية ولا لا؟ لا هما ما تعلموش موسيقى أندلسية. علاش حبيتي الموسيقى الأندلسية؟ حبيتها باسكو أندلسي صعيب حاجة الأولى، ماشي أي واحد يأديه، وهكا بعدوا بزاف، راهو ماركينا بلي بعدوا بزاف عن الاندلسي ولا وين راهي راهي. اندلسي حاجه ثقيله، حاجه يسمعوها كاع العائلات الجزائريه، تديك بعيد. شاركت ايضا في مسابقات، قلت لي الكواليس شاركت في عده مسابقات من صغري وانا نشارك مسابقات، شاركت غير كيما في مسابقه صوتك حكايه. سمعت بها المخرج الاوبرا داروها لا؟ في الاوبرا. شاركنا درنا حفله كبيره ملحمه، درنا مسابقه. ما تأهلتش للنهائي، ما توفقتش فيها. مي توفقت في مسابقة بين واش عندك تاع بشرى عقبي وكريم الكاني تو. النهائي إن شاء الله قريب. إن شاء الله أنا كنت في النهائي. إن شاء الله هاني في النهائي. إن شاء الله. التوفيق. ما عاودتيش أغانيك في كوفر؟ لا ما عاودتش. حبيت ندير سينجل خاص بيا. بالستيل تاعي إن شاء الله. واش من ستيل؟ ستيل أندلسي. أندلسي، تبقاي في الأندلسي دائما. إن شاء الله، إن شاء الله، بإذن الله، ربي يوفقنا. وفي الحوزي تسمعينا حاجة في العاصمي؟ الورد الورد يفتح ويدبان. الورد الورد يفتح ويدبان. واليتمين يا حليلو. الحب يا إيمان ما يجيش بالمال، الحب يا لطفي ما يجيش بالمال، قلوب العاشقين ليه يميلوا يميلوا. الله برافو برافو برافو، موهبة يعني. الله يبارك عليك. ما شاء الله. الله يبارك. عمك روماركي اللي سمحي لي ايما اختي قلعتك. والله روماركي غير حاجة، عمك علاش شونتر ولا هذو المشيدين ولا تاع الاندلس قبل ما يبداو يغنوا يديروا يتعسل. هذيك مطبقة. انا هذيك تعجبني كثر من والله هذيك. يصعبوا لاكام طبقة الصوت. وانت واش من الطابع تحب تسمع؟ انا نسمع كل شيء. نسمع كلش كاع. نعرفوا بالعباد الراي. كاع طوبون نسمع، ما من الاندلسي نسمع كاع طوبون نسمعهم. الاندلوسي اليوم اللي تحب الاندلسي. هاودي غير اسكت. قولي لي عندك جمهور يعرفوك في بويره؟ عندي جمهور يعرفني في بويره. شاركتي في مهرجانات حفلات؟ شاركت في مهرجانات تما في بويره، يعرفوني بزاف على ولايات وحد اخرين. تعرفي طيبي ولا والو؟ شويه نسلكها. واش لو بلا اللي تعرفي ديريه؟ البلا طاجين زيتون. تعرفي طاجين اكيد تسقسي فيا طاجين زيتون. كانت كوزينه هادو لي بلا تخاديسيون. قول لهم اللي نعرف، قول لهم اللي نعرف. درت وريني حنت يدك دروك والله. يلا خاصك روح وحدك، روح وحدك. دوك نروحوا عاميه. انا طيب ولا كيف صافا شويه كيما مدام. هذا راه حيدير لنا في الكوزينه. بس دوخينا مدام. راح يذوق. ارجع والله غير نشوف راسي. هذا عدوي رقم واحد اللي يذوق. لا لا ما نذوقش والله ما نذوق والله ما نذوق. لو كان تعرف واش يدير باش يذوق لطفي قال لي باغي نذوق. الله يبارك مدام صافي بليزير. انا نحب نبغي الطياب نموت عليه ونعرف نطيب شويه. صح شويه. شو تعرف تطيب؟ فريت اومليت. اللي تعلمتها في اسبان ولا امريك؟ لا مامون. لا مامون هذا ديسار. هذا ديسار، هذا دي زيتاج تاع لورونج وشوكولا.
ارواح يتعلمي ارواح يتعلمي قاعد تغني ارواح يتعلمي انضموا ليهم يلا نلتحقوا بهم كامل ايه نضموا نراسو كامل لطفي ما قدرش يسنى ما خليش يقعد لك كوزي لا 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 صافي بليزير لا 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 يقعد لك ويقول لك الشاب ما تقعدليش في الكوزينه ارجع 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 اسمع يقول لك الشاب باش تعرف بلي طيب غايه تبقى الدعوه نقيه اذا شوفي شاب يا اخي حاجة ما خرج ما خرجت من الفور مازال ما تخرجي والو ارجع 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 ما تخرجي والو 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 اعطي له غير الماء يشرب معليش هيا جوز معاك مازال ما طاب والو جوز ما طاب والو معليش نتناو هنا لطفي صحيت يعطيك الصحة مدام بغينا ندخلك معنا في الأمبيونس يعطيك الصحة بارك الله فيك حبيب فق كانت زيارة خفيفة لعندي وفا شحال مرة وفا وفا شحال آخر مرة دخلتي فيها الكوزينة وقتاش؟ آخر مرة البارح البارح في الليل معناتها الأم راهي مريضة شوية لاباس عليها لاباس عليها ربي يجيب لها الشفاء نطول إن شاء الله تما أنا اللي راني نطيب كوزينة عندي اختي كبيرة اللي تياب الدار تياق وأنا التياق ما نحبوش بزاف الماء شكون يغسلها؟ أنا انتيا عندك الطياب انا لا تيابي بابا ماش كاين لي فوزون صافا نضل انا معنا اتصال نديو اتصال ونقولوا الو 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 صباح النور نضل انه فيه اتصال في خلل في الاتصال نتمنى تعاود تتصل بنا السيدة مازلنا مكملين مع ضيوفنا اللي نورونا بحضورا في بلاطو صباح الشروق لنهار اليوم زيد واش تحكيو لنا؟ بهدلني بهدلني في الكوزينة والله هما تاني توريني حالة يدها وتوريني غير حالة صوتها بعد نشوفوا حالة يد ليلى عباك إيمان أنا حاسك شغل أحنا جينا ضياف عندهم مرحبا والله مرحبا فينا نطيب لهم القهوة شو أنا طيب لهم القهوة قدامهم ما في ناسنا جينا غير ممكن يجيوك الضياف على على خدعة الدار واش تحطي لهم واش طيبي؟ أسهل حاجة اللي تحضريها كاين زوج سنيوات يتعاودوا جي والقهوة والقاطو ما طيبيش لا لا القاطو واش طيبي لهم حاجة على السريع واش تقدري ديري لهم؟ كوتشو باش يخدموا أعطينا وصفة يلا شافي لا تسمعينا الوصفة تاع البسكوتشو تاع ضيفنا لنا اليوم بيض زيت شحال بيض قطع بلاش ليلى قطع بيض سكر شحال كاس كاس زيت خماره شحال وحده صحه فرينه فرينه هذا ما كان تك صحه ومن بعد واش ديري حبيتي دير على حبيتي ديريها بيضه ديريها ولا حبيتي ديريها بالكاكاو شوكو ديريها بالكاكاو ما تنسايش لافاني ولا زاست على ريحه البيض لافاني ايه هذا ما كان خطبوا وما تخافوا 10 على 10 هاكا زيدي قصحي لها بينهم بينهم اللي ضايعين السفنج كيف يخدموا الخفاف معروفه البويره ما تقولي ليش البويره يعرفوا يديروا الخفاف يعرفوا يديروا الكسره يعرفوا يديروا معاها انا الكسره نعرف نديرها بصح الخفاف نعرف نديرها بصح الخفاف ماشي مالفه نديرو ماما اللي مالفه نديرو اللي حشم لي فيها هيا نديرو اتصال خلينا نديرو اتصال ونقولوا الو 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 صباح الخير الو صباح النور صباح الكل كاع لطفي معايا مرحبا معك لطفي وإيمان الله يبارك فيكم والله يخليكم لينا ان شاء الله الله يخليك الله يخليك والله غير شرقتوا علينا ديارنا الكل الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الله يخليكم نتعرفوا عليك اول شيء مليكه نشلف الله يبارك تحيه ليك وكمل نشلف مرحبا بك الله يسلمك خويا ومرحبا بالضيوف الكرام اللي راه معاكم واللي دارونا دردشه شفتي شفتي بدلوا لنا الجو تاع البلاط وتاع صباح الشروق والله الجو هنا عندكم وعندنا اكثر الله يخليك حبيت نشارك معاكم تفضلي في الموضوع تاع اليوم في الموضوع تاع اليوم تفضلي انت مع او ضد عفوا الو انت مع ولا ضد انه يشرط لك الزوج للاسف قطع الاتصال ما بيش اذا كان مازال عندنا وقت شباب اذا نكملوا مع ضيوفنا ونتعرف على كل ما هو جديد في مجال الفن وش هما مشاريعكم
نبدا معك. بون مشاريع ان شاء الله يا ربي كاين دي سيربريز ان شاء الله. بون كاين مشاريع اللي فاتوا مازالهم كشغل دايرين ضجه. كاين سبحان الله يقول لك باللي باغفوا تخدم عمل في ذاك العام ما يديرش سكسي كبير من بعد الناس يوليو يبارطاجوه والناس يوليو يعاودوا يتفكروه. اه جوستومون ولا عبسه هكاك ما تقدرش تعرف ولا باش ديه ساسبي ولا سما مكتوب سما العمل هذاك تاعك ديرو اليوم زيد دير عمل واحد اخر سا ديبونش من العمل اللي ينجح لك من العمل اللي يدير. هذه الفكره اللي حبيت توصلها؟ نو ماشي هي بالك عندها سا بيان سور عندها بالك عبسات اللي بايزون كيما المسرح بايزون دارت سبيكتاكل بالك ما كانش كاع في راسها بلا تدي فري ما كانش في راسي قبل دارت فري. انا بون خدمت كليب واحد المره واحد العام بعد ما خدمت ان فيلم سينما درت ان فيلم سينما شاركت فيه في دي فيستيفال في معراب ودي فيستيفال اخرى ودار واحد الضجه هكا. واش كان دورك فيه؟ الدور تاعي تاع شاب يغلط واحد الغلطه هو ديجا اسمه الغلطه فيلم اسمه إيه؟ الغلطه انت الدور الرئيس الدور الرئيسي هو بيان سور. الجان هذاك يدير غلطه هو كشغل مع باه وكشغل عايش هو غير مع والديه و يدير تاع عمل شقه كان ريفيون يا مات ريفيون ويسمع في الراديو شغل الناس باغيه شغل انا باغي نفوت ريفيون مع كذا والاتصالات والاهداءات ومنه هو يخدم بلينار ومن بعد شغل يقيس الاخر وراح يخون دراهم الوالد تاعه يخون اللوطو ويراح هو يصرفهم في صوالح واحد اخرين يروح للملاهي وكذا ويشرب ومن بعد شغل يدير اكسيدون في الطريق يجي مولي وباه كاع اللي لويحه ويساليه وفينالمون يسمح له. المهم سميناه الغلطه تاع الجن. هو فيلم قصير. فيلم قصير. ايه فيلم قصير ودار دار ضجه واحد الضجه دار ضجه تخش تعرف النخبه باغفوا المسرحيين ولا عبسه هكاك يقول لك زعما كيفاه هادو زعما فرقه شابه وكان المخرج غير صغير زعما شعباني الزيادي نحيه بالمناسبه كان دار اخراج وشغل كانت الفرقه هذه بغينا نسيو فيها حاجه جديده بغينا زعما كيما نقولوا كل واحد فينا يبدع انت تبدع بالتمثيل الاخر يبدع بالاخراج الاخر يبدع بالديكتور فوتو الاخر بالماكياج الاخر كونا روحنا ودرنا فيلم باش نشوفوا روحنا فيه فينالمون الحمد لله بزاف ناس اللي عجبهم القصاده راه كاين في اليوتيوب. وبعد هذا الفيلم بعد هذا الفيلم غير ما هذه الفرقه هذه لابواط خدمنا ثاني دي كليب واحد لبناني هكا جاتني اتصل بينا وشاف خدمة تاعنا شابه وقعد درنا له كليب خدمنا كليب الشاب رضا هو مغني فنان فنان معروف فنان وليد فرح معروف في لبنان معروف هكا في الاخر وحنا عندنا المعروفين تاعنا هنايا هو ثاني جا وين وين داروا التصوير درتوا التصوير كليب هو جا حضر لهنا الجزائر جا هنايا وهرنا ما طاوش الفيزا في الاول عاود طاو الفيزا حبالي بلي صعيبه الدعوه المهم جا عندنا ودار الكليب تاعه. وكنت كنت ممثل في الكليب؟ لا انا كنت في التكنيك باسكو نخدم ثاني شي في لابواط وي باسكو انا ديريكتور ارتستيك في الشركه تاعنا فوريس. ما شاء الله الله يبارك يبارك فيك. من بعد درت لنا كليب تاع الشاب رضا انا لعبت فيه ودار لي مشاكل كبار ذاك الكليب هذاك باسكو لعبت فيه عريس معايا عروسه هكا كاع الناس تبعث لك شغل تزوج ما تعرفش مبروك عليك الناس يباركوا الناس ومن بعد شفت المعيط وليت نقول لهم بارك فيك هذاك صح صحيح يعطيك الصحة كمل كمل. من بعد شغل واحد الباساج تاع الكليب هذاك مقصوه ولا يدور في كاع لي باج شكون اللي يتمنى له عرس كيما هذا شكون اللي يتمنى له عرس كيما هذا شكون يتمنى له كاع لي باج عجبهم فوالا شغل الامبيونس هو مام يبان عرس عبد الصح شغل يبان العروسه لابسه الشده وانا كيفاش مع اصحابي وحبابي تخنى في الفوالا وانت تشطح تشطح في ودي قطعت روحي يا لطيف شنو انا رقيص انا نموت على لا دونس درت كاع لي دونس درت كونتومبوران درت اورينتال درت لي كلاك درت لا دونس افريكا. وفي العرس واش بالستيل شطحت؟ العرس نروحوا للمطبخ تبع الشروق الحكمه الكيتان فضلوا معنا واجد واجد الطياب مرحبا يلا هيا فازي انا فقط ما باليش الكاميرا تفضلوا مرحبا بكم انا ولطفي تكلمنا قبل قليل انا ولطفي كاين سيده خلوها شوفوا اطلالتها شوفوا اطلالتها شكون اللي لبسك اليوم ايمان نوجه الشكر لمحل بريسيوزا بالقدس بشراقه وتحيه كبيره لصبرنا اللي هي اللي نقات لي هاد ستيل وانا نشكر جيابي جيابك جيابي نشكر جيابي لبس روحي اعطيكم الصحه ولطفي نقول ديديكاس لين مرتضى هو عائله لبنانيه جزائريه قالت لي بانه في لبنان يحبونا بزاف ويتبعونا بزاف انا ولطفي نقول لهم تحيه هاي هاي تحيه كبيره لكل الجاليه الجزائريه متواجده في
في لبنان وفي كل العالم العربي وفي كل العالم. وتحية لكل أشقائنا العرب اللي يتابعوا برنامجنا الصباحي. منال حالة فاتت معنا. نحيو منال. منال اللي راح تجوز شهادة البكالوريا وراي راح تعمل عملية جراحية إن شاء الله طهورا. إن شاء الله يا رب. ربي يشفيك إن شاء الله يا رب ويشفي كل مرضى المسلمين. ونروح للضيوف تاعنا قبل ما يكملوا الماكله. الزربيز 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 راك زدت الزربيز الزربيز ما بدا والو. لا ما مسوش لطفي ما مسوش والو. اكيد تعبت مني. يعطيك الصحة الله يسلمك. إذا كانت معنا الفطائر التركية الاقتصادية اللي كانت جست بالبطاطا وبالخضروات وكان معنا انديسار اللي كان فيه شوكو اورانج. نتمنى يعجبكم الأطباق للعادة وتجربوا. يعطيك الصحة ليلى. يعطيك الصحة لطفي. يعطيك الصحة إيمان. يعطيك الصحة شيف ليلى. نشكروا وفاء ونشكروا ضيفنا أيضا المتميز أنس بإطلالته. حبينا كثير وحبينا مرك معنا في برنامجنا كما حبيناك ضيفتنا. نختم بصوتك. أنا أقول قرار أخير مشاهدينا كامل. بداية أسبوع موفقة للجميع. نلتقي غدا. تحياتي تحيات مشرفة تحيات المخرج محمد لمين جنادي مشرفة فهيمة محمد لمين جنادي وكل طاقم التقني والصحفي العامل معنا كل صباح خدمة لجمهورنا الحبيب. لاموني اللي غروا مني قالوا لي وش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خدوا عيني شوفوا بيها هالسمرة اللي غرتوا منها وحبيتوني باش ننساها ما نقدرش بعد عنها وانا كالحوتة في ماها مفتون وعاشق في بدنها وعشقي وحبي كله ليها